بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ومن جديد استاد الأهلي. النهاردة هيكون استوديو تحليل لقاء الأهلي الودي ما بين نادي الأهلي ونادي البلاستيك في إطار استعدادات النادي الأهلي للقاء أي السوبر وأيضا القمة إن شاء الله يوم الاثنين أمام نادي الزمالك. نادي الأهلي بيعمل لقاءات ودية عشان يجهز اللعيبة تكون كلها على أعلى مستوى. في البداية طبعا برحب بكابتن مصر والنادي الاهلي كابتن ماهر امام. مساء الخير يا كابتن منورني. مساء الخير يا محمد. اخبار حضرتك ايه؟ ازيك يا محمد؟ تمام. كابتن ماهر، النادي الاهلي اليوم الساعه 3 باذن الله هيكون لقاء ودي امام نادي البلاستيك. النادي الاهلي خاض لقاء امام بتروجيت وفاز بثلاث اهداف، ثم وديه اتلتيكو مدريد، ثم لقاء النصر في المؤجلات من الاسبوع الثامن وفاز باربع اهداف مقابل لا شيء. عايزين نتكلم دور الماتشات الوديه بالنسبه للجهاز الفني بيبقى اهميته ايه؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم دور مهم جدا زي المباراه الرسميه يا محمد، لان طبعا انا بحيي الجهاز الفني كابتن حسام البدري ومجموعته ان هو حاطط مساحه للمباريات الحبيه في البرنامج العام بالنسبه له، يعني عامل حسابه في الجزئيه دي، وده اذا كان بيدل فبيدل على ان حسام البدري عنده خبره وعنده وعي بشكل كبير جدا واستفاد من خلال الخبرات السابقه اذا كانت داخل النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي. المباريات الوديه مهمه جدا، يعني المدرب الذكي المدرب الواعي خصوصا طبعا في المؤسسات الكبيره زي النادي الاهلي، دور المباراه الحبيه ليها دور كبير جدا، بتاخد نفس الطابع المباراه الرسميه، يعني بعد كابتن حسام بيلعب مباراه النصر او بيلعب مباراه بتروجيت النهارده بيحط في البرنامج او موجود في البرنامج مباراه نادي البلاستيك، النادي العريق طبعا اللي له نادي كان على ايام الكابتن وجيل السبعينات كان من الانديه الكويسه. بالظبط، وكمان يا محمد خد بالك عنده لعيبه كانوا لعيبه مميزه واحرجونا، يمكن حموكشه ده جاب فينا جول. كل الناس قعدت تفتكر حموكشه حموكشه حموكشه، انت عارف اللي بيسجل في النادي الاهلي زي زمان ريحان في دمياط لما كانت في مكافاه 500 جنيه اللي سجل هدف في شبكه اكرامي، فريحان طبعا في دمياط سجل الهدف، احنا كسبنا المباراه 4-1. يمكن ريحان ده اتشهر بالهدف اللي سجله في مرمى اكرامي. عايز اقول لك ان بردك نادي البلاستيك من الانديه اللي موجوده في شبرا كان ليه اسم كبير جدا في الدوري الممتاز، كان عنده لعيبه مميزه. يعني الحته ديت في المنطقه السكنيه ديت بيبقى فيها مواهب طلع لعيبه ما شاء الله، يعني مراكز الشباب اللي موجوده والحواري اللي كانت موجوده فيها نادي اسكو ونادي شبرا بلاستيك. اكيد طبعا. فلما تقول شبرا يبقى نادي البلاستيك ونادي اسكو، عنده لعيبه محمد من اللعيبه الكبار جدا، يمكن حمامه نجم الهجوم، حمامه كان هداف بعد كده انتقل من البلاستيك لنادي الزمالك، عنده المرحوم علي حسن كان باك ليفت مميز، عنده كابتن الشربيني في وسط الملعب من اللعيبه الديفندرات القويه، عنده نبيل عبد باك رايت ومنتخب مصر، امام محمد الدين طبعا احنا عارفينه كله، يعني رئيس قطاع الناشئين في نادي انبي من اللعيبه بردك المميزين كانوا موجودين، مرحوم صلاح زكي الصحفي الكبير كان بردك من اللعيبه في الهجوم المميزه في نادي البلاستيك، وحموكش اخرهم بقى اللي هو الهداف اللي جاب جول في النادي الاهلي فبدات شهرته من خلال الهدف اللي سجله. عايز ارجع تاني اقول لك ان الكابتن حسام حريص جدا في المباريات ديت ان هو بيأهل اللعيبه، حتى اللعيبه تحس ان الجهاز الفني يعني مركز، الجهاز الفني عنده اهتمام حتى بالناس اللي ما بتلعبش، شفنا في اتلتيكو مدريد كل الناس يمكن شاركت بشكل ايجابي. نعم. النهارده بيأكد بقى كابتن حسام مباراه 90 دقيقه، جهاز موجود، اللائحه موجوده، الثواب والعقاب موجود، التحدي بقى من خلال اللعيب انه عايز يثبت نفسه لكابتن حسام ان هو يعني صفقه جيده وخامه جيده. طب كابتن ماهر خلينا نقسم الموضوع، بالنسبه للجهاز الفني هناخد الشق الفني وبالنسبه للاعب هنبتدي بالجهاز الفني. انا لعبت خلال الشهر اللي فات انا بلعب ماتش كل 3 دقائق، مش عايز اقول كل 3 ايام، النادي الاهلي عليه ضغط ماتشات غير طبيعي وعكس الطبيعه، وفي نفس الوقت لسه ملاعب نادي النصر وعندي حوالي 12 13 لعيب، هتكلم طبعا باللعيبه البدلاء، وعندي اصابات وفي لعيبه لم تشارك بسبب ان انا كان عندي تغييرات اضطراريه، وارد كان ممكن يبقى في ذهن الجهاز الفني كابتن ماهر انه يديهم الفرصه، ولكن بسبب التغييرات الاضطراريه الاصابات لم يعطيهم الفرصه. هل هنا بيعادل الحمل الناس دي لعبت 90 دقيقه فمحتاج ان انا ادخل الناس اللي عندي اللي هي ما شاركتش في اللقاء تلعب نفس الحمل؟ هو الحمل موجود في البرنامج التدريبي لكل الناس. نعم. ال 29 لعيب
والاختبارات المقياس اللي بيعملها الكابتن حسام موجوده على كل الناس. طبعا يمكن اللي بيلعب بصفه اساسيه اللعيبه يمكن حوالي ال 12 13 لعيب الاساسيين هم دول عليهم الحمل الاكبر والحمل الاقوى، لان هم كل 3 ايام بيشاركوا وبصفه اساسيه. التدويض بقى اللي بيعمله كابتن حسام اللي احنا اتكلمنا عليه في جميع الاستعدادات التحليليه، موضوع التدوير الصحي للمرحله دي، هو حسام بيدور كده. يعني حسام دلوقتي بيدور انه يدي فرصه للناس بالظبط، يدي فرصه للناس، لان مليون في الميه محمد هيحتاج حد منهم. هو كده كده احنا شفنا يا كابتن، يعني اللي بيحصل في النادي الاهلي الصراحه ما بيحصلش في حته في العالم. يعني احنا شفنا امبارح واول امبارح جراديولا لما طلع انتقد البوكسنج داي في انجلترا انه بيلعب ماتش كل الثلاث ايام، قال لك ده عكس الطبيعه، الطبيعه ما بالطبيعه الجسمانيه للبني ادم ما بتستحملش. ودول المحترفين بقى محمد اللي واخدين على كده، يعني احنا طول عمرنا عارفين ان اوروبا كل ثلاث ايام، متعودين الكلام ده من يمكن من 10 سنين، التطوير اللي حصل في الكره الحديثه. هم بيلعبوا كل يعني ماتشين في الاسبوع كده، ماتش في ابطال اوروبا وماتش في الدوري. يعني هم بيقسموها كده، انجلترا الوحيده اللي بتلعب كل 3 ايام، فعشان كده كله بينتقد اللي بيحصل في انجلترا. اكيد اكيد، فانا عايز اقول لك ان مباراتين في الاسبوع انا افضل لي، لكن كل 3 ايام فيها لود كبير جدا و يعني اجهاد بشكل كبير على لعبتنا احنا بالذات. انا عايز اقول لك هنرجع للاساس بقى، يمكن في اوروبا عندهم اساس طالعين عليه فما تفرقش معاهم علم، واخد بالك؟ ويمكن الفرق بيننا وبينهم حوالي 50 سنه في التقدم. احنا النهارده بقالنا يمكن سنتين او 3 سنين مستمرين بهذا الشكل كل 3 ايام، وده واضح طبعا على اللعيبه، لعيبه النادي الاهلي الاجهاد الكبير، خصوصا حتى اللعيبه الدوليين. لكن هنرجع له طبعا موضوع الاجهاد ده، هندي له حيز من الكلام. لكن عايز اقول لك ان النهارده المباراه التجريبيه الجهاز بياكد بقى، طبعا كان في تدريب الصبح للمجموعه اللي مش هتشارك، ده من ضمن اليوم الكامل بقى محمد اللي حطه الكابتن حسام، اللي احنا لجأنا ليه خلال الفتره ديت، ان بقى عندك وحدات تدريبيه الصبح وحدات تدريبيه بعد الظهر، ومنها مباراه بهذا الشكل. فهو النهارده الصبح الساعه 10 كان في تدريب للمجموعه اللي هي شاركت في مباراه النصر وبتروجيت واتلتيكو، وبعدين المجموعه الثانيه اللي ما شاركتش النهارده هي اللي هتبدا المباراه من اولها. المباراه دي ثلاث حكام دوليين، الجهاز الفني باكمله موجود من خلال القياده الفنيه. في اللائحه بتقول في المباراه دي ليها مكافئات فوز، واخد بالك؟ في حاله الاخفاق فيها خصم اللعيب اللي يعني مش هينفذ، هي واخده الطابع الرسمي الرسمي. كابتن ماهر، بالنسبه للاعب لا يشارك كثيرا، هل الماتش الودي ممكن يبقى فرصه بالنسبه له انه يتوهج ويخش داخل بؤره اهتمام الجهاز الفني بشكل اكبر؟ مع الوحدات التدريبيه، ما انت مع التدريب بتحاول بجانب التمرين بجانب التدريب بتحاول تثبت للمدير الفني انك انت فت وانك انت جاهز وانك انت بتأدي له اللي هو عايزه. نعم. من خلال الجوانب التكتيكيه الدفاعيه او الهجوميه. فاللعيب بيلفت نظر المدير الفني، المدير الفني محمد ساعات بيتعاطف مع اللعيب الملتزم. نعم. بيتعاطف معاه وحقه بقى نديله. يعني اللعيب الملتزم واللي بيستاد في التمرين بعض الاسماء من المجموعه اللي موجوده في النادي الاهلي لفتت انظار الجهاز الفني، وهنتكلم على خلالهم في الجزء الفني. نعم. لكن انا عايز اقول لك ان الجانب الاداري في المباراه دي بياخد الحيز الاحترافي الطبيعي. نعم. عشان كده اللعيبه بتادي، يعني بص يعني ادي عماد متعب اهو. نعم. بهدف بيسجله ما فيهاش هزار، واللي عملها له ندفد عملها له بشكل جيد جدا. نعم. عشان وكمان يمكن اجايه بيعمل ثرو باص بشكل كبير، يعني جمله مركبه من خلال العمق بيشتغلوا عليها في التدريب فبينفذوها في المباراه بشكل ده، بتساعدك بشكل كبير جدا في المباراه الرسميه. نعم. فانت النهارده المباريات ديت واخده طابع الجديه، واخده طابع الالتزام. 90 دقيقه اللعيبه بتادي فيها بشكل جيد، وده برضك من ضمن الاهداف اللي سجلها عماد متعب بضربه راس جميله. عماد متعب طبعا لازم نتمنى له التوفيق، تجربه جديده في نادي التعاون السعودي، واحد من الهدافين الجمال اللي الكل بيعشق عماد متعب. يا كابتن ماهر طبعا بنقول لعماد من خلال استوديو الاهلي مبروك يا عماد، وانت يعني مهاجم من الطراز الجميل، هداف النادي الاهلي ومنتخب مصر ليمكن لاكثر من 10 سنوات. احترافك في الدوري السعودي ما بيقللش منك، ده بالعكس ده بيكبر منك، لان الاحتراف في الدوري السعودي دوري قوي قريب جدا من الدوري المصري. هو كان له تجربه في اتحاد جده وكان بالزبط. متالق فيها الصراحه يعني، واحرز العديد من الاهداف، مش بعيد عن الدوري ده، مش بعيد عن المناخ ده.
بنتمنى طبعا معاه عصام الحضري نجم مصر ومنتخبنا القومي، بنتمنى لعماد التوفيق تجربة احترافية على أعلى مستوى، هتزود من عماد بشكل جيد. 6 أشهر نتمنى من خلال 6 أشهر دول عماد يحط بصمة في الدوري السعودي زي ما حط بصمة هنا في الدوري المصري بإذن الله، ويعود على أفضل إن شاء الله بإذن الله. طيب احنا هنكمل كلامنا الفني، ولكن عندنا نطلع فاصل وهنستقبل ضيفنا طبعا كابتن مصر النادي الاهلي كابتن محمود ابو الدهب. اوعوا تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حد. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونستقبل ضيفنا كابتن مصر النادي الاهلي كابتن محمود ابو الدهب. مساء الخير يا مسعي كابتن فاروق، انت وحشني طبعا. معاك الكابتن ماهر حبيبي، انا اسف على التاخير، كان غصب عني الطريق حبيبي، فانا اسف وبعتذر على التاخير تاني، وانا سعيد ان انا بكون موجود معاك يعني. طب كابتن ابو الدهب، بنتكلم عن اهميه وقيمه الماتشات الوديه بالنسبه للنادي الاهلي. كابتن حسام البدري بيدي فرصه لعيبه اللي ما بتشاركش بصفه اساسيه ممكن يدوا حاجه جديده في الماتشات الوديه، يكونوا داخل بؤره اهتمام الجهاز الفني بشكل اكبر. هي طبعا الماتشات الوديه بتبقى لها اهميه كبيره جدا، خصوصا عند المدير الفني. اللعيبه اللي ما بتلعبش يا كابتن او يقف على الحاله الفنيه والبدنيه بتاعته، يبقى الراجل عنده سيناريوهات تحسبا لاي لعيب اساسي اتصاب او لعيب مش في الفورمه، فبيقدر يدي فرصه كبيره جدا للبدلاء ان هم يعرفوا في الماتشات الوديه وان هم يبقوا كويسين، ودي بتدخلهم في فورمه المباريات على طول. فحتى لو الماتشات الوديه ليها اهميه كبيره كمان، ان انت لو عندك لعيب مصاب او عندك لعيب عايز يزود حاجه، احنا كنا زمان الكابتن ماري يقول لك ان احنا كنا بنحب نلعب الماتشات الوديه ديت، ان انت بتزود الفورمه بتاعتك، لو في اخطاء بتقدر تعالجها، في جمل المدير الفني عاوز يطبقها في الملعب، في شغل كبير جدا، خصوصا ان انت عندك مباراه جايه كمان، المباراه بتاع النهارده، انت عندك مباراه قادمه نادي الزمالك وبعديها يعني السوق. بصرف النظر على اللي بيحصل في الساحه في نادي الزمالك، ان انت مركز في شغلك وماشي في طريقك. النادي الاهلي ما بيبصش لكده، ان هو عايز يكسب ال3 بونت، اكيد عايز كل ال 23 او الناس اللي هتبقى موجوده معاه في القائمه يبقى على نفس المستوى، تعصبا لاي حد ممكن واي مفاجات بتحصل في المباراه، فدي بتيجي بتاتي من المباراه الوديه. طب هل هي بيبقى فيها فرص يا كابتن محمود للعيبه اللي ما بتخشش الصوره كتير؟ هل فرص انها تثبت جدارتها انها ممكن تكون ليها دور في التشكيل الاساسي؟ بص يا كابتن فاروق، انا 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 عامه انا تحت امر الجهاز الفني. كلاعب يطلبني في اي وقت العب، لان طبعا المدير الفني بيبقى محتار، بيبقى عنده 30 لعيب، بيبقى محتار يختار ال11 اللي هم انسب للمباراه، خاصه في النادي الاهلي. لكن احنا اتعودنا في النادي الاهلي على ثبات التشكيل، يعني دي حاجه كويسه، ان اللعيب المقاتل او اللعيب الاحتياطي ان هو بيقاتل عشان يخش التشكيل او يبقى متواجد في الفرقه الاساسيه، دي بتبقى حاجه بتدي لك تحفيز كبير جدا. الحاجه الثانيه بتخلق منافسه كبيره، الراجل الاساسي طول ما في حد بيدبدب وراه بلغه الكوره يا كابتن فاروق بيبقى قلقان، فبيبقى بيموت نفسه اكتر وبيحس ان هو ماسك في مكانه اكتر، فدي بتبقى بتدي فرصه او تنافس كبير جدا في الفرقه، فدي كلها بتبقى مصلحه النادي الاهلي، ودي خاصه لما يكون فرقه كبيرة زي النادي الاهلي ونادي كبير، يبقى عنده تيم كبير جدا وعنده اكتر من بديل في مركز 2 و3، فدي بتخلق منافسه كبيره جدا. ويمكن احنا شفنا على مدار الموسم، يمكن الكابتن حسام
عامل روتيشن بشكل كبير جدا، خصوصا ان المباراه بقى يعني كل 3 ايام مباراه. كل 3 ايام ولا كل 3 دقائق؟ لا كل 3 دقائق يعني. انا بقول لك بصراحه يعني الله يكون في عون اللعيبه، يعني ان الفتره اللي فاتت فالكابتن حسام بيعمل روتيشن او بيغير في التشكيل على قد ما يقدر تحسبا للارهاق في الفتره اللي فاتت يعني. طيب كابتن ماهر، نادي الاهلي في اخر لقاءين امام النصر وامام بتروجيت 3 اهداف فوز ثم فوز ب4 اهداف، هل النادي الاهلي عاد ل تسجيل الفرص الكبيرة اللي بتتاح له داخل المباريات، خاصة انه في الماتشات اللي تسبق كذا او هذين اللقاءين ما كانش النادي الاهلي بيسجل بهذه الوفرة من الاهداف؟ بص محمد، هي طبعا المباريات والثقة اللي بياخدها لعيبة النادي الاهلي من خلال الفوز اللي بتحقق لهم، يمكن حصل دروب بسيط لفرقة النادي الاهلي في خلال 4 مباريات يمكن فقط، ودي كانت ظاهرة غريبة علينا، فقط من حوالي 5 نقاط، ودي كانت ظاهرة غريبة على النادي الأهلي داخل فيها الإجهاد والإصابات اللي أصابت الفرقة خلال الفترة السابقة. لكن عايز أقول لك إن زي ما قال محمود إن الفرقة الكبيرة اللي فيها 29 لعيب بيبقى صعب عليها إن تفضل على هذا الحال يعني. فدي طبعا من المباريات ده الاهلي وبتروجيت، والتعاون جميل الهدف الاولاني طبعا كان عبد الله واحمد وليد. حمدي ثم وليد اللي احرز الهدف كان هدف جميل، واحمد حمدي من هذا اللقاء ابتدى يخش في بؤره الاهتمام يا كابتن ماهر. بالظبط، يعني انا عايز اقول لك محمد ان خبره لعيبه النادي الاهلي فرقت بشكل كبير جدا، خصوصا لما بيبقى موجود وليد وموجود مؤمن وبعدين ازارو وعبد الله السعيد، الكثافة الهجومية واضحة قوي. احنا الفرقة الوحيدة محمد اللي عندنا كثافة هجومية بهذا الشكل. نعم. دي الكثافة الهجومية، العدد بقى اللي موجود. نعم. ادي 1 2 3 4 5 وادي احمد حمدي 6 كمان. وبعدين طبعا مراوغة جميلة، وبعدين تصليحة لوليد عشان يصوب مرة واحدة، ده قرار بقى. وبعدين قرار اللعيبة مهم قوي، اللعيبه اللي عندها شخصيه. نعم. الكثافه العدديه زي ما احنا شفنا عددها اكتر من 6 لعيبه، وده يمكن اللي بيخلي حلاوه واداء النادي الاهلي ويبقى اصرارهم على احراز الاهداف. وبعدين خبره اللعيبه اللي موجوده، عبد الله السعيد ووليد، نتيجه القرار بقى محمد. قرار مهم جدا انك انت تاخد القرار داخل ال 18 زي دي. دي مش محتاجه انها توقفها التصويب من مره واحده. نعم. واخد بالك في الزحمه. يعني الثقه اللي عند وليد واحساسه بمكانه انه يجيب هدف طبعا طبعا الثقه والشخصيه نفسها. نعم. واخد بالك شخصيه لعيبه النادي الاهلي في التلت الهجومي بتمثل طبعا ادي انا شايفه احلى هدف حتى الان يعني. الوان تاتش الجميل بيتلعب من نص الملعب وبيروح للتلت الهجومي وبعدين بيبدا يتحضر. دي ميزه لعيبه النادي الاهلي زي ما قلت لك، الشخصيه والثقافه والقرار والذكاء والاداء والمرونه التكتيكيه اللي موجوده عليها لعيبه النادي الاهلي. يعني ده هدف من ضمن الاهداف الجميله. بص وان تاتش. نعم. وان تاتش زي التقسيم، احنا لو رحنا كده التمرين. نعم. حلاق بيعملوا الكلام ده في التدريب وبينفذوه بشكل جميل جدا. الكابتن حسام البدري اللي بيحصل في التمرين بنشوفه. ايوه اسلام محارب. نعم. بشكل جميل، وبعدين بيصلحها وان تاتش لعبد الله السعيد بيستلم هنا بقى، هنا استلام. بص شخصيه عبد الله هنا محتاج استلام. نعم. لانه ما يقدرش يعملها مره واحده، استلام عشان يبدا يشوف شكل الجول عشان هيشوطها بالرجل الضعيفه اللي هي الشمال، وبعدين بتصويبه جميله في نفس الزاويه اللي فيها الجول، الزاويه الضيقه، عشان يسجل هدف النادي الاهلي. فانا بحيي مهاجمي النادي الاهلي في الكثافه العدديه والزياده العدديه اللي موجوده، اثمرت على 3 اهداف في مباراه بتروجيت وبعدين 4 اهداف في نادي النصر، وده المطلوب من لاعب النادي الاهلي في خلال هذه الفتره، لان احنا فعلا وحشنا بشكل جيد الاهداف الجميله، وده الباص البيني الجميل ازاره بقى من اللعيبه اللي بتجيد حته مراوغه حارس المرمى، وسريع قوي وسريع وبيختار المكان المناسب اللي بيخترق من خلاله، وبعدين المراوغه بشكل جيد، اول ما بيتلمس بيعمل التراي بتاعه الجميل، بياخد ضربه جزاء. بيفكرنا زمان بالكابتن فاروق جعفر وطاهر بوزيت، كانوا بيجيدوا الحته دي بشكل جيد. فازاروا من اللعيبه اللي تقدر تجيد ضربه جزاء في اي وقت لهجوم النادي الاهلي. كابتن ابو الدهب، اسلام محارب واحد من اللعيبه اللي طلعوا من الماتشات الوديه لما برزوا فيها بشكل كويس، ابتدى يخش في اهتمام الكابتن حسام البدري، بقى واحد من الناس اللي بيعتمد عليها دلوقتي بصفه معتاده الكابتن حسام البدري. وعايز اسالك نفس الامر، شفت لقاءي بتروجيت والنصر ازاي؟
يعني بص عايز اقول لك حاجه كابتن فاروق، يمكن النادي الاهلي من الفرق اللي بتعرف يعني تفتح الفرق اللي قدامها، يمكن في تكتلات دفاعيه زي بتروجيت بتقدر، زي ما الكابتن ماهر اتكلم الوقت انت بتلعب الكره من وان تاتش، يعني انت هتضرب اي فرقه كابتن من لمسه واحده او لمستين، فبالتالي ان انت لما بتجيب اجوان وبتجيب بشكل كبير جدا. الحاجه الثانيه لانتشار لعيبه النادي الاهلي، يعني عندك المحاور الهجوميه، عاجبك انتشار النادي الاهلي في الناحيه الهجوميه؟ طبعا حاجه جميله جدا. وبعدين انت بتروح مثلا لو ازارو بيروح على الطرف بتلاقي وليد سليمان دخل مكانه، ولو بنفس الطريقه عبد الله سعيد بيكمل، ففي انتشار بشكل كبير جدا للنادي الاهلي، وده بيضرب. عايز اقول لك على حاجه، النهارده يمكن كل الفرق اللي لعبت النادي الاهلي مش عارفين يوقفوا انتشار او تحركات لعيبه النادي الاهلي. طب كابتن وديع بينا، انت خدتني نقطه مهمه جدا. البعض انتقد كابتن حسام بدري والنادي الاهلي على اعتماده على الاداء الجماعي والجماعي في الاداء ده قبل لقائي بتروجيت والنصر، وبعد في 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 يعني في الماتشين دول تحديدا النادي الاهلي سجل هدف من شكل جماعي على اعلى مستوى، وايضا سجل هدف جميل في ماتش النصر بطريقه جماعيه على اعلى مستوى. بص عايز اقول لك على حاجه، انا بتفرج على فرقتين والكابتن ماهر يقول لك احسن فرقتين بيمسكوا كوره من رجل للرجل. نعم. برشلونه في اسبانيا والنادي الاهلي في مصر. نعم. ان انت بتوصل وبتلعب باداء جماعي بشكل كويس جدا، ان انت كمان وصلت ان انت بتنقل الكوره في ال 18 الاستحواذ والاستحواذ بشكل كبير جدا. يمكن نعم. تحركات اللعيبه من غير كوره كابتن فاروق، ان انت اخطر لعيب معاه كوره، يعني انت لو سالت في اي حته يقول لك مين اخطر واحد، يقول لك اللي معهوش كوره. تحرك اللعيب لان خلي بالك في حاجه كمان يمكن انا بقولها، في مدافعين كتير جدا بتضرب او في اخطاء بتحصل في الفرقه الثانيه، ان انت ما تبقاش عينك على الفرود او عينك على اللعيب اللي بيتحرك، لان انت كل نظرك رايح او اتجاهك رايح على الراجل اللي معاه كوره، لكن ما بتبقاش شايف الراجل اللي في ظهرك. فيمكن احنا كمدربين كان زمان يقولوا لنا خلي بالك، او كابتن ماجد يقول لك خلي بالك من اللي في ظهرك. فدي كان بطريقه في الفرقه كبيره بتاخد بالها منها. الحاجه الثانيه ان النادي الاهلي انتشاره سريع جدا، بيلعب كوره من لمسه واحده، بيقدر يستحوذ على الكوره. انت شايف ان جون اسلام محارب طبعا اللي جابه باداء جماعي، وكان تعامل جميل جدا احمد حمدي و اسلام ثم مؤمن زكريا ثم اسلام، وهذا فاروق ما بيجيش من فراغ، ده اكيد بيتمرن عليها في التمرين. اكيد الكابتن حسام البدري بيحفظهم في التمرين، ان انت بتعمل استحواذ دايما، ان انت بتعمل التقسيمات الصغيره اللي في نص الملعب ان انت بتعمل فيها استحواذ. في مدربين بتعمل تقسيمات كبيره، النادي الاهلي طول عمره بيعمل التقسيمات الصغيره اللي هي في ثلث ملعب او ربع ملعب، ان انت عندك استحواذ بتمسك الكره، لان انت طول ما انت في رجلك الكره ما فيش خطر عليك. نعم. وبالتالي بتقدر تضرب التكتل من لمسه واحده. اسلام محارب يمكن ارجع لك لسام، من اللعيبه كويسه جدا، كان في بتروجيت او سموحه كان عامل ماتشات او عامل اداء كويس جدا، فبالتالي جه النادي الاهلي. هو من ولاد الاهلي. ومن ولاد النادي الاهلي، بس انا عايز اقول لك على حاجه، يمكن احنا شفنا في النادي الاهلي في اكتر من لعيب تحت الفرود. يعني برضه اسلام محارب ان هو لما يتمرن هتجيله فرصه، الكابتن حسام البدري من النوعيه اللي بيصبر على اللعيب بشكل كبير جدا على اساس يديله في الوقت المناسب، زي شفنا احمد حمدي لما الكابتن حسام ابتدى يديله في الوقت المناسب اللي هو يقدر يتالق فيه، والراجل تالق ولعب مع انه لعيب كويس ولعيب موهوب، بس هتجيله الفرصه وهياخد. عايز اقول لك على حاجه كمان، الناس اللي بتنقد ما تقعدش تنقد على الفاضي والملان، اللعيب اللي بيجي في النادي الاهلي مش سهل انه يخش على طول التشكيل الاساسي. نعم. بياخد فتره قبل ما يتمرن وقبل ما يتالق، لان في لعيبه كتير بتحارب عشان تخش، ما بتخش عشان لما يجي الفرصه تجيله ويمسك فيها ما يسيبهاش بسهوله، فبالتالي فهو ده النادي الاهلي، ان ننظر لما لعيب بيجي ما يجيش يفتكر ان هو يجي يلعب في النادي الاهلي هتبقى سهله بالنسبه له. لا، النادي الاهلي فيه واحد واثنين وثلاثه واربعه اقوياء وعندهم خبرات وعندهم، فبالتالي اللعيب لما بيلعب بيتعلم، لما تجيله الفرصه بيمسك فيها كابتن ماهر ما يسيبهاش بسهوله. فهو ده اللي انا بقوله للعيبه اللي موجوده في الفتره دي. طب انا يا ريت زمايلنا في الاخراج بس يجيبوا لنا الهدف عبد الله السعيد والهدف اسلام محارب، اعتقد الهدف الرابع في لقاء النصر، لان فيهم طريقه وفكر النادي الاهلي واستراتيجيه اللي اتكلم عليها كابتن ابو الدهب وايضا كابتن ماهر امام، عشان الساده المشاهدين يشوفوا طريقه وفكر كابتن حسام البدري. طب احنا الاول هنروح لزميلنا امير هشام من ملعب التتش في الجزيره. امير، اوصف لي الاجواء عندك واخر استعدادات النادي الاهلي للقاء البلاستيك الودي. We'll be right back.
ميرسي يا محمد، وتحياتي لكابتن ماهر همام، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. وهذه المباراه الوديه ما بين الاهلي وفريق البلاستيك، احد فرق الدرجه الثالثه في الدوري المصري. اكيد مباراه مهمه جدا بالنسبه للكابتن حسام البدري، وبالنسبه ايضا للاعبين، خصوصا ان هي تسبق مباراه اكثر اهميه وهي مباراه الاهلي والزمالك، ومباراه اخرى اكيد في غايه الاهميه امام فريق المصري في بطوله السوبر. بالتالي كابتن حسام البدري وجهازه المعاون قرروا ان يكون في مباراه وديه من خلالها يتم تاهيل بعض اللاعبين اللي ما بيشاركوش خلال المباريات السابقه، عشان يكون في اكبر كم جاهز بالنسبه للاعبي النادي الاهلي ومتاح بالنسبه للجهاز الفني بقياده كابتن حسام البدري للمرحله الهامه المقبله، سواء امام فريق الزمالك في مباريات الدوري المصري او امام فريق المصري في بطوله السوبر، ومباراتين ما بينهم اربع ايام. فبالتالي استعداد مستمر من قبل الجهاز الفني ومن قبل لاعبي النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه، خصوصا ان شاء الله النادي الاهلي بيهدف للفوز في مباراه الزمالك عشان يقدر ان هو يواصل المنافسه على بطوله الدوري. هذه البطوله الهامه جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، وايضا المباراه الاهم هي مباراه المصري في بطوله السوبر واستعاده هذه البطوله بعد فقدها في الموسم الماضي. بالتحديد خليني اقول لك النهارده يا محمد، يمكن النهارده كان في تمام الساعه 12 ظهرا كان في تدريب بالنسبه للاعبين اللي شاركوا في المباراه السابقه امام فريق النصر، وانتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 4-0. تدريبات يمكن كان بعض التدريبات الاستشفائيه بالنسبه لهؤلاء اللاعبين، اكيد خصوصا ان هم بيعانوا يمكن من اجهاد نسبيا بسبب توالي المباريات، لكن اكيد الجهاز الفني والجهاز الطبي ومدرب الاحمال بيتم من خلالهم تجهيز لاعبي النادي الاهلي اللي بيشاركوا خلال المباريات السابقه بشكل مستمر. لكن في هذه اللحظات وبالتحديد بعد 25 دقيقه هيتم او هيكون في مباراه الاهلي والبلاستيك اللي بيستعد من خلالها النادي الاهلي للمرحله المقبله. لكن خليني اقول لك التشكيل يا محمد اللي اختاره كابتن حسام البدري لهذه المباراه، خصوصا ايضا ان في بعض عناصر الشباب اللي متواجده على دكه البدلاء بجوار كابتن حسام البدري. لكن التشكيل الاساسي احمد عادل عبد المنعم في حراسه المرمى، امامه اثنين مساكين محمد هاني ومحمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم هيكون رقم 37، ناحيه الشمال حسين السيد، ناحيه اليمين باسم علي، في نص الملعب كل من كريم ندفد وعمرو بركات، امامهم مؤمن زكريا، ميدو جابر، وجونيور اجايه، والمهاجم الوحيد العائد مروان محسن. وخلينا اقول لك احد اهم اسباب هذه المباراه هو تجهيز مروان محسن للمرحله المقبله، لمدى اهميه هذا اللاعب عشان يكون بجوار طبعا وليد ازارو بيتالق خلال المباريات السابقه، وايضا بعد رحيل عماد متعب للدوري السعودي. بالنسبه لدكه البدلاء النهارده متواجد كل من اسلام محارب رقم 5، صبر رحيل رقم 6، بكماني مالامبي رقم 32، احمد ياسر ريان رقم 39، صالح جمعه رقم 22، احمد رمضان رقم 36 احد ناشئي النادي الاهلي، احمد رمضان بكم، صلاح يحيى رقم 29، صالح نصر 44، احمد اشرف وهو احد اللاعبين المميزين في قطاع ناشئين النادي الاهلي رقم 31، ايضا محمد نصر ايضا رقم 41، محمد مغربي عفوا رقم 41، عربي بدر رقم 43، فادي فريد رقم 77، مصطفى صبحي رقم 48، رمضان مصطفى رقم 40. ده بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي يا محمد واللي هيشارك في هذه المباراه بدكه البدلاء. وخليني اقول لك ايضا بخلاف تجهيز مروان محسن، ايضا احد اهم الاسباب لتواجد هذه المباراه او لاقامه هذه المباراه بالنسبه كابتن حسام البدري هو ايضا تجهيز النيجيري جونيور اجايل اللي كان في اجازه خلال الفتره السابقه في نيجيريا بالتحديد، وعاد مؤخرا وهيشارك بشكل اساسي في هذه المباراه عشان يكون اكثر جاهزيه ان شاء الله للمباريات المقبله. بالنسبه لفريق البلاستيك والمدير الفني بتاعه اكيد كابتن تامر عبد الخالق، مدرب فريق البلاستيك واحد الفرق اللي بتشارك في دوري الدرجه الثالثه، وبيحتل بالمناسبه المركز الاول بعد 11 ماتش، فاز في 10 ماتشات وخسر في مباراه وحيده، وماشي بشكل جيد عشان يصعد لدوري الدرجة الثانية. لكن خليني أقول لك التشكيل الخاص بفريق البلاستيك يا محمد، طبعا متواجد في حراسة المرمى عبد الفتاح حسن رقم 16، أمامه سيد ماجد رقم 5، أيضا مصطفى علي رقم 32، عاطف رقم 30، محمد عيد رقم 12، شادي شحتة رقم 4، عبد الرحمن محمد رقم 14، محمد حمدي محمود رقم 24، ومحمود جده رقم 10، وده احد لاعبي الداخليه السابقين، حسام مرسي رقم 27، ورضا بخيت رقم 26. ده تشكيل فريق البلاستيك. اكيد نتمنى كل التوفيق ان شاء الله للجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري في هذه المباراه، وياخد اكبر قدر ممكن من اللاعبين الجاهزين قبل المباراتين المهمين المقبلين، سواء امام نادي الزمالك او امام نادي مصر. خليني اقول لك ان معايا
معايا في هذه اللحظات طبعا المدير الفني لفريق البلاستيك كابتن تامر عبد الخالق. كابتن تامر برحب بيك في البدايه، واكيد مباراه بالنسبه لكم مهمه لان انتم من خلالها برضو تستعدوا للمنافسات المختلفه بالنسبه لكم. طبعا انا سعيد جدا بوجود النهارده في النادي الاهلي، وربنا يكرمنا ونعمل مباراه كويسه. وانا النهارده بغرب بعض الصفقات عندي في يناير عشان انا عندي مباراه مهمه مع اسكو يوم السبت ان شاء الله، ومريح بعض العناصر الاساسيه، وربنا يكرم ان شاء الله نعمل مباراه كويسه باذن الله النهارده ان شاء الله. طمني عليكم في بطوله الدوري، انا عارف ان انتوا ماشيين بشكل جيد، حاطين هدف امامكم ان انتوا تصعدوا لدور او الدوري درجه ثانيه. والله الحمد لله احنا لعبنا 13 مباراه، فزنا في 6 مباريات وتعادلنا في 6 وتهزمنا في مباراه واحده، وماشي انا والسكه الحديد بنته فوق وبنته تحت، وربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. نادي البلاستيك اسمه تاريخ، ونقدر احنا نرجع ان شاء الله تاريخ النادي ثاني باذن الله ان شاء الله. كنت بتدي تعليمات انت في غرفه خلال الملابس للاعبين، عايز بس اعرف بالتحديد مواجهه النادي الاهلي حتى لو مباراه وديه بيتمثل لكم. لا طبعا ده شرف لينا كبير، النادي الاهلي طبعا النادي الاهلي تاريخ ونادي القرن، وان شاء الله انا قعدت احمس اللعيبه قلت لهم مباراه جميله، وان شاء الله نلعب فري وكره على الارض، وكره احنا ما شاء الله معايا فريق كره لعيبه كره على الارض، وما فيش التحامات كتيره برده عشان اللعيبه بتاع النادي الاهلي، وربنا يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي ان شاء الله. شكرا كابتن. شكرا. ده كان لقائنا مع كابتن تامر المدير الفني لفريق بلاستيك. خليني ايضا اقول لك بعض الاخبار عن حاله المصابين يا محمد بالنسبه للنادي الاهلي. يمكن سعد سمير لسه بيواصل تدريبات التاهيليه، خصوصا سعد عنده جزع في الرباط الداخلي للركبه، مش هيكون جاهز لمباراه الزمالك او حتى المباراه المصري، صعب جدا انه يلحق. محمد نجيب في محاولات طبعا بالنسبه للنادي الاهلي والجهاز الطبي ان هم يجهزوه خلال المرحله المقبله، لكن لسه الامور مش واضحه بالنسبه لمحمد نجيب، وده يمكن من خلاله كابتن حسام البدري بيحاول، او من خلال المصابين كابتن حسام البدري بيحاول والجهاز الطبي طبعا تجهيز اكبر عدد من لاعبي النادي الاهلي. بالنسبه لمحمد الشناوي عنده اجهاد بسيط في العضله الضمه، في محاولات ان شاء الله بكره هيبان بشكل كبير جدا هل ممكن يلحق مباراه الزمالك ولا لا، بس بنسبه كبيره ان شاء الله محمد الشناوي هيكون متواجد. شريف اكرامي بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي واصبح جاهز للمشاركه في المباراه حسب طلب الكابتن حسام البدري. حسام عاشور ايضا عنده بعض الاجهاد في العضله الضمه، ايضا بيتم تجهيزه ان شاء الله ان هو يكون جاهز خلال المرحله المقبله سواء امام فريق الزمالك او فريق المصري. والان عوده للاستوديو، اتفضل يا محمد. شكرا امير هشام مراسلنا في ملعب تيتش بي الجزيره. النادي الاهلي بيجري عمليات الاحماء، وايضا فريق البلاستيك صراحه المدير الفني بتاعه راجل يعني محترم، وبيتكلم مع لعيبته ان النهارده لازم يكون في مفيش التحامات مع النادي الاهلي، عنده ماتشات مهمه، ودي قيمه اللقاءات الوديه، هو يستفيد على اكبر قدر ممكن، وايضا النادي الاهلي. كابتن ماهر، اهم ما في هذه المباراه ان النادي الاهلي بيحاول يجهز بعض اللعيبه البعيد عن الصوره، وابرزه مروان محسن، خاصه ان عماد متعب واحد من الهدافين والفراوده اللي تقال جدا في نادي الاهلي تم اعارته الى فريق التعاون السعودي. هل تجهيز مروان بيبقى مهم جدا في اللقاءات الدفن؟ اه اكيد طبعا يا محمد، تجهيز مروان، هو مروان بقاله فتره بعد الاصابه اللي اصابها في كاس افريقيا مع منتخب مصر، قطع في الرباط الصليبي، من الاصابات الصعبه جدا يعني، واخد بالك، وبتقعد وقت، يمكن مروان داخل يمكن في السنه. نعم. وانا شايف ان يعني تاخر بشكل كبير. بس هم في المانيا كان الجدول البرنامج الزمني للعوده كانوا قايلين هذا يعني هذا الوقت يعني. هو أكيد. ده النادي الاهلي مشي على تعليمات المانيا. كويس، ودي يمكن اللي هتخدم مروان محسن، لان انا ما مشيش بالتعليمات دي، يعني اتصبت بنفس الاصابه مع الاسف، وما مشيش بتعليمات اللي يمكن الالمان قالوها لمروان محسن انك انت هتاخد وقت في خلال الفتره التاهيليه، يمكن انا يمكن استعجلت شويه، فطبعا اثرت بشكل جيد. طوال القامه كابتن مشكله، الحمل على الركب بيبقى اكبر، العضله القصيره القصير بيبقى. نعم. العضله بتقدر تتكسي بسرعه. نعم. لكن الطوال بيبقى مشكله في العضله الطويله، حته المرونه، حته انك انت كمان تكسي العضله بتحتاج وقت كبير جدا يعني. نعم اتفضل. هي جات لي اصابه برضه محمد في المانيا، سواء انا كنت في النادي الاهلي كان عضله الضمه، فروحت المانيا قالوا لي انت هتقعد من شهر ونص لشهرين. نعم. بالظبط، وهتنزل هتلعب مباريات على طول. يمكن كان الكابتن ماهر موجود، كان مستر هولمان، يمكن انا عملت عمليه في المانيا، قالوا لي انت هتقعد من شهر ونص لشهرين، هم بيحددوا لك الفتره الزمنيه اللي انت هترجع فيها.
وفعلا يعني قالوا لي هترجع ان شاء الله يوم كذا. واول ما نزلت يمكن قعدت اتمرنت مع الفرقه 3-4 ايام والحمد لله دخلت المباراه. هم عندهم الحاجات دي دقيقه جدا. هو عشان كده مروان ما عندوش استعجال. لا وبرده ما شاء الله طويل القامه 185 سنتي. بصراحه انا بحييه مروان. فمحتاج ان هو ياخد وقته في الاستشفاء. بالظبط. النقطه الثانيه بقى الحته التاهيليه، الحمد لله رب العالمين هو رجع وتاهل بشكل كبير جدا مع الجهاز الطبي اللي في النادي الاهلي خلال البرنامج الالماني اللي هو وضع له. هيبقى فاضل بقى الجانب الفني اللي هي اشراكه في المباريات الحبيه اللي بهذا الشكل بالتدرج بقى زي اتلتيكو مدريد كانت البدايه ثم لقاء زي الكلاسيكو. وده اللي حصل بالجهاز الفني زي ما قلت لك، ان الخبرات اللي موجوده عليها حسام البدري حتى كمان في اشراكه للعيب اللي هو راجع من اصابه بيختار التوقيت المناسب اللي يقدر يشركه فيه. فهو مروان كان محتاج ان هو الدفع بربع ساعه في مباراه اتلتيكو وبعد كده النهارده بياخد المباراه. انا في رايي اتمنى ان مروان يستمر 90 دقيقه. مهم جدا، هو بقى له فتره بعيد عن الملعب بعيد عن الاحتكاك. مباراه زي ديت هتدي له نوع من الثقه في وسط زمايله. النهارده واضح ان في عناصر موجوده حواليه جايه يقدر يلعبه بشكل جيد. عمرو بركات بين اللعيبه اللي بتنطلق، بيدو جابر، مؤمن، كلهم لعيبه خبرات ويقدروا يساعدوه بشكل جيد. يعني وجود الخبرات في المباريات اللي بالشكل ده واللعيب راجع من اصابه، لعيبه زمايله بيحاولوا ان هم يحطوه واخد بالك الباصات المناسبه، الحاجات اللي هو بيحبها، كرات الكورسات العرضيه اللي هو بيجيد العاب هو مروان محطه من ضمن المحطات شفناه بيساعد اللي جاي من تحت. يعني هنشوف حاجات كويسه بالنسبه لمروان. كابتن مدرب اخد وجهه نظرك، هل اشراك مروان ويلعب تحت ضغط ويستلم تحت ضغط والترنات والكلام ده مهم جدا في هذا اللقاء؟ طبعا هو خلاص يعني هو ده نزل الملعب اكيد سليم 100% يا كابتن. لان كمان في حاجه كمان فنيه يمكن الكابتن مر قالها، ان انت كمان كلاعب بتساعد المدير الفني، لان انت بعد فتره اصابه بترجع ان انت مشتاق تلعب ماتشات او تبقى موجود في التشكيله الاساسيه. فدي حاجه بتدي له برده نوع من الثقه ومن التفريغ. فاعتقد ان هو لازم يبقى موجود بشكل كبير جدا، خصوصا ان انت بتعاني او النادي الاهلي عندوش فتره ما عندوش الا وليد ازارو في الفتره اللي جايه. مروان محسن لا غنى عنه، وبعدين عندك كمان حماس مروان محسن الفتره اللي جايه بالتاكيد ان شاء الله. يعني بتمنى له التوفيق يبعد عنه الاصابه وكده، ويبقى اضافه كمان، ويبقى اضافه كمان منتخب مصر ان هو عايز يلعب كاس عالم في روسيا، ويمكن هو راجل كان اساسي موجود في الفتره اللي فاتت. فان شاء الله دي حاجه بتساعد بشكل كبير جدا يعني باذن الله. عايز برضو اخد وجهه نظرك كابتن. هنبتدي بقى من خط الدفاع. طبعا احمد عادل عبد المنعم في حراسه المرمى نزل حتى بديل محمد الشناوي في اللقاء السابق، وبرضه بنأكد ان محمد الشناوي ان شاء الله يعني غدا هينزل في التمرينات وهيكون جاهز بنسبه كبيره جدا انه يلعب ماتش الزمالك باذن الله، يكون جاهز في لقاء الزمالك. عوده محمد هاني مره اخرى للعب في دور المساك. كابتن حسام البدري يبدو ان في دماغه ان محمد هاني قادر انه يلعب مساك بشكل كبير، خاصه انه اعتمد عليه في كذا ماتش. ده يعتبر الماتش الرابع او الخامس اللي محمد هاني يلعب فيه مساك. بص يا فاروق، من الواضح ان الكابتن حسام بيتعامل بمنظومه احترافيه يمكن احنا كنا بنشوفها في اوروبا. يمكن انا شخصيا كنت التجربه ديت ان انت لعيب كوره بتلعب في اي مكان. يمكن محمد هاني نظرا للظروف اللي موجوده في خط الدفاع، انت عندك اصابات، عندك محمد نجيب، عندك كنت بتلعب باك يمين. لا انت كنت بتلعب، بص كنت بلعب باك يمين، وكنت عايز اقول لك حاجه، انا لعبت سيرد باك وديفندر وافرايت ومع الكابتن مايك كنت ممكن العب راس حربه. بص يا فاروق، لعيب الكوره بيلعب في حته. ما تقوليش بقى ان انا مش عارف ده مش مكاني ومش عدلتي والكلام ده. انا خصوصا في الاحتراف اللي احنا موجود فيه ان انت لعيب الكوره بيلعب في حته. نعم. زي ما انت اكنك بتعمل تقسيمه سوري في الشارع. نعم. ان انت بتلعب بمزاجك ما بترتبطش بمكان. فلكن هي الميزه ان انت المكان ده يمكن الكابتن ماهر من اسهل الاماكن اللي تلعب فيها كوره، اسهل واصعب. اسهل واصعب. بص يا كابتن فاروق، انت النهارده انا مطلوب مني ايه كسرد باك؟ ان انا بمسك بدور الفرود اللي بيلعب عليا وبمسكه، بقطع الكوره بسلمها لاقرب واحد في ليا. الحاجه الثانيه، انا لو مزنوق، انا بقولها دايما، انا لو مزنوق احطها واحده في الاي اوت مش هيجرى حاجه. بس يا كابتن ابو الدهب برضو مساك النادي الاهلي او اللعيب اللي هيلعب قلب دفاع لازم يكون عنده باس كويس، لان النادي الاهلي دايما بيهاجم، ولازم انقل الكوره من تحت، ولازم ان انا اطلع بالكوره من تحت. هل انا بسلم الكوره من ابرز المقومات اللي شافها لعيب كويس محمد هاني؟ وعايز اقول لك على حاجه، يمكن هاني من اللعيبه كويسه جدا وعندها روح وعندها سرعات وبتمسك بشكل كويس جدا. هو ممكن يكون تفرق معاه ان هو بيحب يتقدم كتير او بيحب يهاجم كتير، لكن انت في الحته دي هتبقى في التزام. بتحب تتقدم، انت جبت جون في الاسماعيلي ما حدش متوقعه. الحاجه الثانيه، المعنى بقى
ولا انا كنت اتوقعه صراحه. لا ما انا بقول لك ان انت لو جات لك فرصه ان انت تزيد زيد. لكن في انا بس عشان افتكرت الجول لازم اسال كابتن ماهر ماتش الاهلي كان موجود اسماعيليه وكان ابو الدهب خدوا الكره وعدى من واحد والتاني وجاب جون. هل انتوا كنتوا ساعتها متوقعين انه ممكن يعمل كده ولا كان رد فعلك ايه كمدرب؟ هو اصل هو الكلام ده كمان بيأديه في التمرين يعني. انت التمرين يعني مش لحظه. لا مش, مش 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 صدفه. نعم. هو بيأدي في التمرين. محمود لما بيعدي التلت الهجومي التلت المؤثر هو طبعا ربنا مديله موهبه التصويب. هو رجليه كانت الحاجات الثابته والحاجات المتحركه اللي انت بقى بتشوفها محمد بقوه مدفعجي مدفعجي زي ما بيقولوا يعني. فهو كمان عنده الثقه دي فبيبدا يروح وبيبدا هو ياخد القرار والتوقيت المناسب. يعني وارد النهارده كابتن نشوف محمد هاني بيتقدم طبعا. هو عنده زي ما قال محمود عنده الملكه ديت. هو خفيف الحركه عنده رشاقه ومرونه بيجيد المراوغه بيقدر مفتاح لعب من تحت يقدر يزود مع نص الملعب ويقدر يروح كمان على الاطراف ويقدر يعمل الكروس عرضي يعني لعيب جوكر بالنسبه. لكن عايز اقول لك ان محمد هاني يمكن عشان تكوينه الجسماني تعرف المكان ده بيبقى محتاج قلب دفاع في قوه في طول بيجيد العاب الهواء التحامات ما شاء الله 185 سم على الاقل. فيمكن هو عشان واخد على الباك رايت لكن لما بيخش في المكان ده بيبدا يدقدق بلغه الكوره بيبدا يتعلم. فالنهارده طبعا الكابتن حسام بيجربه لان هو حسام شايف ان زي ايمن اشرف عنده التركيبه دي في لعبة جواكر كده زي محمود يقدر يلعب باك رايت يقدر يلعب قلب دفاع يقدر يلعب هاف ديفندر. فاللعبة الجواكر دي بتبقى محتاجه المدرب الفني بيقدر. هل الاهلي زي ما قال كابتن ابو الدهب لازم يبقى جوكر كابتن؟ لا مش لازم. لا. انت الجواكر دي بقى استثناء موجوده في التركيبه مش موجودة في واحد او اثنين او ثلاثه بكتير مش اللعبة كلها. نعم بس يعني النوعيه ديت من اللعيبه موجوده بكثره موجوده يعني احمد فتحي جوكر بتقدر تعتمد عليه باك رايت بتقدر تعتمد عليه محمد هاني عبد الله السعيد احمد هاني عبد الله السعيد بتبقى وجهه نظر مدير فني يا كابتن يعني. ممكن يعني عايز اقول لك على حاجه يعني انا وانا بلعب كان في مدربين تقول لي انا عايزك تبقى قريب من الجون يعني كان عشان تبقى عايز تشوط اقول لك انت قريب من الجون ان انت بدل ما تيجي تقطع المسافه دي كلها لا انا اخليك اقربك من الجون على اساس ان انت لو وفر مجهود يعني بتوفر. الحاجه الثانيه يا كابتن بس معلش يمكن انا عايز اقول لك محمد هاني يبقى عنده التزام شويه يا كابتن النهارده لانه بيلعب جنب محمد عبد المنعم لسه شاب صغير لسه اتكلم عليه اللعيب دوت ولعيب كويس شفته في بعض التمرينات. لا لعيب كويس اولا دخل جوه المجموعه طبعا. بصراحه دي برده ميزه كبيره جدا جوه النادي الاهلي ان طبعا. كله بيحتضن اللعيب الصاعد وبعدين انت بتساعد الناشئ اللي لسه طالع لان من ولاد النادي ودي حاجه كويسه جدا. يمكن احنا شفنا كمان على الدكه في لعيبه كتير جدا ناشئين واحنا بقى لنا فتره ما شفناهمش. هو مواليد 99 وواحد من الحاجه الثانيه يا كابتن ماهر انت لما بتتكلم على لعيب ان هو بيجي من تحت لفوق احنا كنا لعيبه كنا بنتكلم مع بعض يعني انا يمكن كان ايامنا كان هادي خشبه كان موجود يا كابتن ان انا بقول هادي خشبه كان بيكلمني بيقول لي زيد لو رحت انت انا واقف انا كان لعيب كمحمود ابو ده كنت بطمن ان في لو انا رحت بالكوره لان انت كمان بيبقى عندك مساحات ان محدش متوقع ان انت هتطلع من تحت لفوق فبالتالي في حد واقف مكانك وعمليه ترحيل او لعيب بيخش بيه فدي بتبقى كويسه جدا يعني. طب كابتن ماهر بالنسبه لمحمد عبد المنعم لعيب ناشئ مواليد 99 كمدير فني بقى هكلم حضرتك كمدير فني كنت هتنصحه بايه في لقاء زي لقاء البلاستيك؟ يعني هقول له يعني تجربه بالنسبه لك مهمه جدا ومفيده. قناه الاهلي بتذيع المباراه الناس رؤيه المساحه هتزيد بالنسبه لك اللي هيتعرف عليك عدد اكتر فرصه مراحل السنيه بيبقى عدد اللي بيتفرج عليك قليل لكن لما بتلعب بقى مع الفريق الاول صعدت في السبعينات وكنت نفس الظروف بس انا يمكن مبخوت عنه شويه ان كان اول مباراه بشتركها مع النادي الاهلي بصفه اساسيه كانت مونشن جلادباخ وانا عندي 19 سنه يمكن في نفس السن وكده قدام 130,000 عايز اقول لك بقى الخبرات اللي كانت موجوده حسن حمدي واحمد عبد الباقي ومصطفى يونس ساعدوني بشكل جمال عبد العظيم ساعدوني بشكل كبير جدا زي ما ابو الدهب بيقول في تنسيق اللعيب الكبير اللعيب الخبره اللي موجود يعني عايزين نقول ان محمد هاني هيثبت بشكل وفي حسين ويعني باسم بردك من ضمن اللعيبه يمكن عمرو بركات. طب هل كمدير فني يا كابتن هتبقى ليك كلام مع اللعيبه دي تقوله لمحمد عبد المنعم؟ هقول له بقى طبعا في خطوط عريضه بالنسبه للواجب الدفاعي ان هو يبقى ملتزم براس الحربه اللي بيلعبه براس حربه يبقى هو عنده رقابه بشكل جيد جدا واخد بالك مهم ان هو يمنع حارس المرمى ده كره توصل له في حاله استحواذ على الكوره اقرب واحد يقدر يبصيله اذا كان مثلا الهاف اللي قدام
قدامه يقدر اذا كان الباك اللي على الطرف ما يستعجلش، يحاول من بدايه المباراه ان هو كل كوره بيستحوذ عليها يطلعها صح، لان كل ما تطلع كوره صح هتدي لك ثقه، والثقه دي هتفيدك من خلال ال 90 دقيقه. النقطه الثانيه مهم جدا ما يجيش فيك، يعني بقاش الاخطاء تبقى قليله، لانك انت بتلعب دور بتحمي فيه ظهرك، بتحمي فيه المرمى اللي موجود عادل احمد عادل عبد المنعم. النقطه الثالثه اللي مهمه جدا انك انت كابتن حسام بيشرك الناشئين في وقت هو شايف ان محمد عبد المنعم ده خامه في المستقبل هيجي منها، خصوصا ان احنا شايفين عندنا اصابات محمد، عندنا سعد كبير ومحمد نجيب وكان رامي واخد بالك وكان رامي وحتى كمان يمكن ايمن اشرف كان عنده جهاد في العضله الضامه. فانت محتاج انك انت تجهز البديل حتى لو كان من الناشئين. فانا بحيي حسام ان هو النهارده بيدي فرصه لمحمد عبد المنعم من بدايه المباراه، زي ما ادى فرصه لاحمد حمدي وشفناه كلنا في المباراه اللي فاتت، خامه مبشره بالخير وخامه ان شاء الله جاي في المستقبل بشكل جيد باذن الله. الكابتن محمود ابو الضبع اتكلم عن ظهري الاجناب، عندنا باسم علي فراشه حتى يعني زمايله بيقول عليه فراشه، سريع الحركه حريف بيعرف يعمل انطلاقات، نفس الشيء بالنسبه لحسين، حتى الاثنين طباعهم قريبه، هما الاثنين بيحبوا يهاجموا. يعني عايز اقول لك على حاجه، يمكن الطريقه دي بتعتمد على ان انت بتفتح الملعب بشكل كبير جدا، يمكن حسين بيعملها بشكل كويس، يمكن بيقدم الناحيه الدفاعيه بروح عاليه، بيقدم بنفس الكفاءه. باسم علي من اللعيبه السريعه اللي هي بتقدر تقدم لك، يعني ان هي تدي لك السرعات بشكل كبير جدا، بتفتح لك الملعب، بتعمل اوفرات يعني في الملعب، بيعرف يرحل يا كابتن الكره ناحيه اليمين، بيقدر يرحل بيخش جوه، بيقدر لما بيرجع على نص الملعب، من اللعيبه كويسه وتقدر يعني ايه تصنع لك الفارق مع مؤمن زكريا وميدو جابر وعمرو بركات بشكل كبير جدا، خصوصا ان النادي الاهلي بيلعب على الثلاثه بونت او الثلاث نقط، ان انت محتاج تبقى عندك كثافه هجوميه زي ما احنا في كل المباريات، ان انت كمان الخطوط بتاعتك بتبقى قريبه من بعض، ما يبقاش في مساحه بين نص الملعب والديفنس. فيمكن حسين السيد بيأديها بشكل كويس جدا، باسم علي لو راح هو بيستنى، لو نفس الطريقه لو حسين بيتقدم باسم علي بيخش جوه، فدي يمكن هم بيأدوها بشكل هيبقى محترم. هيبقى منهم اوفرات كتير كابتن، بحس ان انا بلاعب واحد زي مروان بيجيد العاب الهواء. بص يعني انا الاوفرات مش هعملها من اي حته يا كابتن فاروق، لازم اوصل زي ما كان بيقولوا لنا زمان ان انا لو اوصل الخط وعيني بتبقى مرفوعه، على اساس ان انت بتدي برده مروان الثقه ان هو بيقدر يكمل. في حاجه ثانيه ان انت ممكن مروان بيبقى ممسوك، لازم ابقى رافع عيني ان انا ابص على العارضه البعيده اللي ممكن بيبقى مكمل لعمرو بركات او ميدو جابر، فاقدر ان انا احط الكوره بشكل كويس لحد فيه وحد جاي فاضي من الحديد. طب اروح لكابتن ماهر، خط الوسط هيبقى فيه كريم ندفد وعمرو بركات، وهيبقى يا اما يعني مؤمن يا اما اجاييه، اعتقد ان ممكن يبقى اجاييه ومؤمن يبقى على جنب من الاجناب او العكس الصحيح. هنتكلم على كريم ندفد وعمرو بركات، بيلعبوا في حته حساسه جدا يا كابتن ماهر، وكريم ندفد من لعيبه الكوره، وعمرو بركات كمان من لعيبه الكوره اللي بتحب تهاجم وتعمل باس كتير، دي هتساعده في الجانب الهجومي. يمكن الجانب الدفاعي احنا شفنا اكرم وشفنا عاشور وشفنا السوليه اكتر منهم التزام في الجانب الدفاعي، لكن يمكن كريم شارك مع حسام على فترات، عنده الدورين دول بيأديهم بشكل جيد، في حاله مثلا تقدم جبل يمين باسم علي كريم يقدر يميل مكانه، في التنسيق اللي بينهم من بعض زي ما قال محمود، في ترابط بين الخطوط الثلاثه في الجانب الدفاعي والجانب الهجومي. في حاله تقدم حسين السيد هيبقى عمرو بركات هيميل ناحيه حسين شويه في حته التغطيه، حسام بيلعب ب 4-2-3-1، هيبقى مروان محسن هو راس الحربه والثلاثي اللي وراه. بس انا حاسس يا كابتن ان هيبقى في حاله الهجوم 4-1 4-1 يعني هيبقى يسقط ندفد اعتقد قدام الاربعه خط الدفاع ويكمل عمرو بركات مع اجاييه او مؤمن زكريا مع بالظبط. ايه الطريقه زي ما قلت يا محمد، الطريقه بتختلف في حاله الهجوم، لكن في حاله الدفاع بيبقى فيه ثوابت بالنسبه للخطوط الثلاثه، لكن في حاله الهجوم زي ما قلت لك ممكن الطريقه تتغير زي ما انت قلت، تبقى ممكن 4-1-4-1 لانك انت عندك نزعه هجوميه بشكل كبير جدا في العدد اللي موجود دايما بشكل سواء حسام او السوليه هو اللي بيرجع وبيتقدم بالظبط، واحنا ده اللي محتاجينه. الصوره ديت للتاريخ يا كابتن، يعني دي بالنسبه طبعا بلاستيك صوره طبعاً للتاريخ طبعا. هم بقى لهم يمكن سنين ما دخلوش النادي الاهلي زي ما قال المدير الفني تامر عبد الخالق، النهارده ان هو عيد بالنسبه له انه بيعمل تراي ماتش او مباراه حبيه مع النادي الاهلي، وهو زي ما اتكلم قال انه عنده 16 مباراه
من خلال الدوري بينافس فيها مع نادي السكه الحديد العريق. نعم. النادي اللي له شعبيه كبيره. هو يهمه النهارده انه يقدم مباراه جيده. الانديه يا كابتن حضرتك كنت بتلعب قدامها يعني. طبعا بلاستيك طبعا السكه الحديد من الانديه اللي ليها اسم كبير. عايز اقول لك حاجه كمان يا كابتن ماهر، يمكن اللعيبه كمان بتطلب ان هي تلعب الاهلي في استاد التتش. يعني هو ممكن يكون كابتن تامر مديهم كمكافاه ان هم متصدرين الدوري بتاعه، فمدون مكافاه تحفيزيه، لان في لعيبه برضه عايزه تسوق نفسها يا كابتن. يعني هو برضه عنده طموح. يمكن احنا غير كده كمان يا محمود، خد بالك قناه الاهلي النهارده بتذيع، فهو النهارده يعني شبرا كلها، وبعدين بيلعب مع لعيبه كمان بيتفرج على فرقتهم، منظر حاجه جميله يعني. النهارده بعد المباراه هو هيقعد على القهوه، حاجه تفرق، وهيروح البيت. شفتوني النهارده وانا بجيب جول، واخد بالك؟ الحاجات دي مهمه جدا. عشان كده يا محمد بقول لك ان الدوافع الفرق ديت بتزيد في المباريات بالشكل ده اللي موجود عليها اذاعه قناه الاهلي، وبيلعب قدام النادي الاهلي، فالدوافع اللعيبه بتزيد بشكل جيد. النهارده هنفاجئ او هتشوف بعض لعيبي الاسماء اللي اتقالت بالنسبه لتشكيله البلاستيك، ممكن النهارده يعني تلاقي واحد سريع يا كابتن. نتكلم على الشق الهجومي، مروان محسن في الامام ومعاه اجايه ومعاه ميدو جابر ومعاه مؤمن زكريا، هيبقى التعاون ما بينهم ازاي؟ التعاون زي ما احنا شفنا، كلهم لعيبه مهاريه، كلهم لعيبه على اعلى مستوى، كلهم محطات مهمه جدا، عندها التكتيك الواعي، عنده الحلول الفرديه. النهارده انا بطلب من جايه وبطلب من المؤمن وميدو جابر يساعدوا بشكل كبير جدا مروان محسن. نعم. زي ما قال محمود، ازاي بقى اعمل له كروس كروس على دماغه بالظبط، يلعبوا له الكره في رجليه بالظبط، الكره اللي في الرجل، واخد بالك؟ ازاي اروح اضرب دبل باص معاه؟ اجاييه عنده الجزئيه دي، لما بيلعب تسعه تحت راس الحربه تحت 10، اجاييه بيعرف يضرب مع مروان محسن ازاي، بيخترق الدفاع المتكتل. النهارده هنشوف البلاستيك بيرجع في نص ملعبه عشان بيامن لو الكره مش موجوده معاه، ازاي يخترق بقى الدفاعات دي؟ زي ما شفنا الوان تاتش، التحرك من غير كوره، بس النهارده اللعيبه المميزه دي انا عندي احساس هتساعد مروان محسن النهارده انها تطلعه بشكل عوده حميده، وتسهل له كل الباصات اللي يقدر مروان من خلالها يستغلها بشكل جيد، يحرز لنا هدف عشان يتفتح نفسه للعوده باذن الله مره ثانيه. كابتن محمود، نفس السؤال، كيف ترى تعاون الهجومي بالنسبه للرباعي الامامي للنادي الاهلي؟ يعني انا شايف انه كلهم عندهم حلول، لعيبه مهاريه بشكل كبير جدا، كل لعيب من الموجودين في ال11 يا كابتن عندهم طموح ان هو يلعب مباراه القمه ومباراه السوبر، مباراه كبيره جدا. اعتقد ان التشكيل بشكل هبدا ان انا اضغط على فرقه البلاستيك من اول. استراحة قصيرة ولنا عودة مرة أخرى لبداية أحداث الشوط الثاني والتقدم للنادي الأهلي بهدف لميدو جابر في الدقيقة 7. استراحة قصيرة وعودة مرة أخرى، وكان معكم محدثكم عادل محمود. شكرا معلقنا الجميل كابتن عادل محمود. بهدف مقابل لشيء احرزه في الدقيقه 7 ميدو جابر، تقدم النادي الاهلي على البلاستيك في اللقاء الودي اللي بيقام الان في ملعب التتش. ده هدف اللقاء الوحيد حتى الان ميدو جابر احرزه في الدقيقه 7 من عمر وزمن الشوط الاول. كابتن ماهر، النادي الاهلي بيحاول يجرب اللعيبه اللي بعيده عن الصوره، ظهر عمرو بركات، ظهر ميدو جابر سواء في الهدف، ايضا الوجوه الشابه محمد عبد المنعم في خط الدفاع، تجربه حتى الان مفيده بالنسبه للنادي الاهلي. زي ما قلنا ان الهدف من اليوم النهارده ان كابتن حسام يطمن على اللعيبه اللي موجوده من خلال تشكيله المباراتين القادمتين للزمالك والسوبر. فالنهارده كابتن حسام بدأ بتشكيله معظمها من الاساسيين يا محمد، يعني احمد عادل، باسم علي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، يمكن الناشئ الوحيد اللي موجود من تحت السن، حسين السيد، كريم نيتفيد، عمرو بركات، ميدو جابر، مؤمن زكريا جونيور اجاييه، ومروان محسن لاول مره احنا بنشوفه بعد غيبه طويله. عايز اقول لك ان خبره النادي الاهلي اول مره يبدا اساسي من بدايه المباراه. عايز اقول لك ان خبره النادي الاهلي تفوق طبعا القسم الثالث نادي البلاستيك من خلال بقى الجمل التكتيكيه، من خلال الجانب البدني، من خلال الجانب المهاري، من خلال الجانب التكتيكي اللي احنا بنشوفه في الثلث الهجومي. النادي الاهلي بيسيطر بشكل كبير، وده واضح من خبره اللعيبه اللي موجوده دي. يمكن اول تصويبه على مرمى من عمرو بركات، لكن يعني كان فيها باد لك خارج المرمى، وبعدين الرد التاني طبعا على الجمل التكتيكيه الواضحه من لعيبه النادي الاهلي في التحرك من خلال كوره، وبعدين الباصات البينيه اللي في العمق اللي قدر ميدو جابر ان هو يصطاد واحده من خطا مدافع الباك ليفت عاطف اللي صلحها
في السكه اللي ميدو جابر عايز يستلمها بشكل جيد ببطن القدم بيقدر يحرز هدف للنادي الاهلي. تولد بعد كده الفرص يا محمد، يمكن وصلنا يمكن لست فرص بتضيع للنادي الاهلي، ومعظمها كلها جمل تكتيكيه ومعظمها كلها تحركات مهاريه وتكتيكيه لعيبه النادي الاهلي على اعلى مستوى. زي ما قلت لك الخبره الواضحه من لعيبه النادي الاهلي والتكتيك اللي بيلعب بيه اعلى كبير جدا من مستوى فريق البلاستيك، لكن هدف واحد ده مش كافي. دي الهجمه طبعا اللي اتعملت كره ثابته، واحنا اتكلمنا عليها المشكله اللي بيقابلها النادي الاهلي ومنتخب مصر، الكرسات العرضيه اللي بتسبب مشاكل على مدافعي النادي الاهلي اتعملت بشكل جيد في منطقه مؤثره، محدش نط الراجل المهاجم كان لوحده خالص، لكن نطحها مش لعبها بضربه راس بعيده، تعول العارضه ويمكن يضيع هدف كان ممكن يبقى فيه رد من بلاستيك بهدف الهدف، لكن طبعا التوفيق وعدم التوفيق ما كانش موجود مع مهاجم بلاستيك في ضياع هدف بضربه راس. دي بقى من ضمن الحاجات بردك المنظمه اللي انا بحيي طبعا لعيبه النادي الاهلي، ان التصويب ده مفتاح من ضمن المفاتيح بيلجا ليه لعيبه النادي الاهلي في التكتل الدفاعي. هو اكثر واحد بيصوب كان عمرو بركات. وادي نتفت، لكن التصويبه الثالثه من اجاير ما كانتش متقنه واتعملت باهمال بشكل جيد، لكن محتاجين ان احنا نضغط بقى على البلاستيك. واضح ان الحته الاماميه مفيش ضغط على الخصم بشكل جيد، يمكن كريم نتفت بس هو الوحيد اللي موجود في نص الملعب اللي بيجيد الجزئيه دي وبيحاول يضغط على لاعبي البلاستيك، وفي حاله كوره موجوده مع البلاستيك. لكن عايز اقول لك ان التجربه جيدة في الشوط الأولاني، ست فرص ضاعوا من النادي الأهلي، كان ممكن العدد يزيد أكتر من كده. كابتن أبو الدهب، بالنسبة لسيناريو الشوط الأول، النادي الأهلي بنسبة 99% من الفرق اللي بتلعبه بتلعب بهذا الشكل الدفاعي البحت، هل هي دي سيناريو مهم حابب الكابتن حسام البدري إن هو يعود لعيبته اللي ما بتشاركش بصفة منتظمة على هذا السيناريو، إزاي تفك التكتلات الدفاعية؟ بص يا كابتن فاروق، ده بشكل كبير جدا الكلام محترم اللي أنت بتقوله، إن الكابتن حسام عايز فرق إن هو يعني مع احترام الفرقة البلاستيك زي ما قال الكابتن ماهر، إن فرقة التكتيك والإمكانيات كبير جدا بين البلاستيك والنادي الاهلي. النادي الاهلي زي ما يكونوا عايز فرقه يتمرن عليها، يعمل فكره او يشتغل بالسيناريوهات اللي هو يشتغل عليها في المباراه اللي جايه، مباراه الزمالك والاخص مباراه السوبر. الحاجه الثانيه ان الاستحواذ على الكوره، ان انت بتلعب، يمكن احنا شفنا في الشوط الاولاني الكوره من رجل لرجل لمسه واحده. الحاجه الثانيه ان انت بتضغط بكثافه هجوميه على الفريق البلاستيك. هو الفريق البلاستيك برضه مدي للنادي الاهلي اريحيه ان انت بتقابل من تلت ملعب، ان انت ما بتحاولش تضغط، مش عاوز يجي فيه اهداف كتير جدا خصوصا النادي الاهلي. حاجه ثانيه انا شفتها كويسه جدا او لاحظتها في الشوط الاولاني، في تسديدات، يمكن في تسديده من عمرو بركات في العرض، لكن هي ضياع الفرص، يعني ضياع الفرص السهله دي برضه مشكله كبيره جدا. لكن العقبه الوحيده يا كابتن، او المشكله اللي بتقابلنا زي ما الكابتن ماهر قال، اللي هي الكره العرضيه اللي هي بتبقى علينا، ان الراجل ما يبقاش ماسك، خصوصا في الاثنين السرد باكين يا كابتن، في مشكله عندك ان انت بتبقى طول الوقت باصص على الكوره، ما انتش باصص على الخصم. يمكن انت لما انت قلت اللي الراجل جاب بيلعبها بدماغه، الراجل فاضي في السكس يارده، وده عيب في الفرق الكبيره. اذا انا لازم بلعب الماتشات دي يا كابتن انا ابو الدهب عشان تبان لي المشاكل، تبان لي بحيث ان انا احاول اصلحها، ان انا بصلحها، وفي اكيد الكابتن حسام بيكتب وبيعرف ايه الاخطاء اللي موجوده او اللي متواجده. الحاجه الثانيه ان انت برده بتسهل على نفسك في الماتشات ديت، لان انت بتبقى عارف الفرق اللي جايه تلعبك بتبقى فرحانه او مبسوطه ان هي بتلعب النادي الاهلي في سد التتش، فبدي حاجه. الفرصه دي يا كابتن ابو الدهب، ميدو جابر لو كان عملها باليمين كانت تبقى اسهل. بص هي جات له على اليمين وعدل نفسه عشان يلعبها تاني بالشمال، بخصوصا ان انت يمكن احنا كنا بنتكلم ابو فاصل ان هو حطها بسن الجزمه. لو هو باليمين ولعيب الكوره لازم يلعب برجل اثنين، ده لو هو حطها ببطن رجله باليمين حتى لو راحت ضعيفه هتخش جول، لكن هو طبعا. وفي كوره ثانيه وبعديها المفروض هو يعملها باليمين للي جاي مروان محسن، برضه عدل نفسه راح عاملها بالخارجي بالشمال، بالشمال بره، بتبقى اصعب بشكل كبير جدا، لعيب الكوره بشكل كبير جدا. الحاجه الثانيه انا مظن ان كريم نيدفيد يمكن ثابت بشكل كويس، بيقدر هل يضغط. فاجئت انه بيشارك في مكان حسام عاشور؟ لا، لعيب كويس يا كابتن، عنده بص لعيب مهاريا وعنده حلول وعنده يلعب في اي مكان، ان هو بيعرف يباصي من لمسه واحده وبيسلم الكوره ويسلم. بص لعيب الكوره اسهل حاجه في الدنيا تلعب كوره يا كابتن فاروق، ان انت بتسهل على نفسك، ما بتصعبش الكوره، ان انت بتقطع وتسلم، بتقطع وتسلم. زي السرد باك، انت بتطلب ايه من السرد باك؟ انه يقطع الكوره ويدور على الفيرود بتاعه واقرب واحد بيسلمها. نعم. انا مش طالب منك غير كده، الفيرود بيجيب جول نص الملعب. لكن الميزه في الشوط الثاني في الاولاني يا كابتن، ان انت في تحركات لمؤمن زكريا بشكل كويس جدا، بتحرك بيلعب بمزاج عالي، خصوصا معلوش ضغط معلوش مشاكل. نفس الطريقه عندك
جاي من اللعيبه البهريه بشكل كويس ومحترم. وعمرو الصراحه بيحاول يسدد، هو مميز جدا في التسديد. شوف اقول لك على حاجه، انت النهارده في لعيبه كتير ظهرت بشكل محترم زي عمرو، زي مؤمن، زي اجاي، زي مروان محسن، جاي زي باسم علي. ان هو بقاله فتره وعايز يخش في الاجواء مره ثانيه واستلاماته وحرفنته. بص ماتش الزمالك بيبقى له حسابات ثانيه يا كابتن، كل لعيبه بتموت نفسها بصرف النظر مين اللي هيلعب او التشكيل اللي هيبقى موجود. في لعيبه كتير جدا بيبقى عندها حق مشروع ان هي تبقى متواجده في الفتره اللي جايه. النهارده يمكن كابتن مار، يمكن كل اللعيبه اللي موجوده في ارض الملعب يا كابتن شاركت في الدوري وشاركت في افريقيا وشاركت في كاس، ما عدا محمد عبد المنعم اللي هو الناشئ الصغير، يعني يمكن ما فيش حد بعيد عن المباريات، لكن في تحفيز او في حافز ان كل اللعيبه تبقى متواجده في الماتشات اللي جايه. كابتن مار، بالنسبه للشق الدفاعي البحت لفريق البلاستيك، كابتن حسام البدري هل هيفكر في الشوط الثاني انه يحاول يكسر التكتلات دي بكرات عرضيه اكتر؟ احنا حتى الان ما شفناش ان مروان جاله مثلا كره عرضيه كتير، هما زمايله بيحاولوا لكن يمكن دفاعات البلاستيك عارفه ان النادي الاهلي هيحاول يلعب على مروان، ازاي يكسر النادي الاهلي في الشوط الثاني؟ هو التنوع التكتيكي واضح قوي من بدايه الشوط الاولاني ان هم في محاولات يمكن اكثرها من العمق، يعني واضح كل الحاجات اللي احنا شايفينها، حتى ميدو جابر ممكن يحطها في الزاويه الضيقه، حاول يطلعها ويصلحها للي جاي. دي مهاره من ضمن المهارات بيعتمد عليها كابتن حسام، التصويبات اللي من خارج ال 18 على اساس التكتل الدفاعي اللي موجود اقدر اخترقه بحاجات زي كده. الجمل التكتيكيه اللي احنا شايفينها اللي فيها الدبل باص او الوان تو. لكن يا محمد الكروسات العرضيه هي اللي عليها علامه استفهام غير متقنه، احنا اتكلمنا في بدايه التحليل قلنا ان كل اللعيبه هتساعد مروان في حته الكروس العرضي لان مروان عنده الميزه بتاعت ضرب كره بالراس وبيجيد العاب الهواء، لكن لحد دلوقتي مؤمن ما قدرش يوصل لمروان الكرة او الكروس المناسب بالنسبه له. نفس الكلام بالنسبه لاجاييه وحتى ظهري الاجناب، حتى ظهري الاجناب يعني احنا شفنا على استحياء يمكن حسين بدا يطلع يمكن ناحيه الشمال يمكن اخترق مره او مرتين وتعاملت لونج باص بشكل جيد. دي برضك من ضمن الجمل اللي بيعتمد عليها كابتن حسام في التكتل الدفاعي، ازاي اضرب من خلال الانتشار على الاطراف. وده احنا برضك من ضمن الحاجات اللي احنا مشهورين بيها كنادي الاهلي متورثينها في التكتيك من جيل لجيل. النقطه الثانيه ما شفناش باسم في اختراقاته الطوليه والكورسات العرضيه المؤثره اللي هو مميز بيه بالظبط اللي وراء مدافعي البلاستيك. فاكيد الكابتن حسام بين الشوطين هياكد على الحاجات ديت ان ازاي استعمل اطراف الملعب بشكل جيد في حته الاختراقات، الربط اللي بين حسين السيد واجاييه او حسين السيد وميدو او حسين السيد ومؤمن. نفس الكلام بالنسبه لباسم، ازاي اربط بيني وبين الراجل اللي قدامي. النقطه المهمه جدا محمد اللي عايز اتقان اللي هي نذهب بس سريعا لزميلنا امير من ملعب مقتار التتش. امير هل عندك لقاءات؟ محمد من جديد وتحياتي للكابتن ماهر وكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. لا خليني اقول لك ان ما فيش لقاءات بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، ده بقرار من كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، واكيد في حاله من التركيز الشديد قبل مباراتين مهمين زي مباراه الزمالك ومباراه المصري. لكن خليني اكلمك على الاجواء بشكل عام، يعني خليني اقول لك ان لاعبي النادي الاهلي متحمسين بشكل كبير جدا قبل هذه المباراه، حتى من خلال المران اللي كان قبل هذه المباراه الوديه. مران بالنسبه للاعبي الاساسيين كان واضح على وجوه التركيز الشديد قبل مباراه الزمالك، خصوصا ان المباراه هتكون مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي يا محمد زي ما انت عارف، وكابتن ماهر اكيد من خلالها النادي الاهلي يقدر يواصل المنافسه بشكل قوي، خصوصا ان فريق الزمالك بغض النظر عن المستوى الاخير بالنسبه لنادي الزمالك خلال الفترات السابقه بتحديد مباراه الامس امام فريق طلائع الجيش وانتهت بفوز فريق طلائع الجيش بنتيجه 1-0 واقاله ايضا المدير الفني نيبوشا المدير الفني الخاص بفريق الزمالك. كل الامور دي مش عامل ايجابي بالنسبه للنادي الاهلي، وطبعا ممكن يكون عدم الاستقرار ده يستغله النادي الاهلي، لكن مباراه القمه ستظل هي مباراه بدون اي حسابات بالنسبه سواء للنادي الاهلي او لنادي الزمالك. وخليني اقول لك ان ده ايضا كلام كابتن حسام البدري مع اللاعبين خلال المحاضره النهارده، كان في محاضره بالمناسبه واتكلم فيها كابتن حسام مع اللاعبين عن اهميه مباراه الزمالك وضروره التركيز. زميلي امير بس في احنا شايفين لعيبه بتجري عمليات الاحماء، هل كابتن حسام البدري يبتدي يعمل تغييرات من بدايه الشوط الثاني ولا هيستنى لفتره ثم يتم الدفع باللعيبه الشباب واللعيبه البدلاء؟
لا خلينا اقول لك ان هيبقى في تغييرات مع بدايه الشوط الثاني، يعني ممكن صابر رحيل يبتدي على حساب حسين السيد اللي في هذه اللحظات بيعمل بعض التدريبات الاستشفائيه بعد الشوط الاول، ممكن ايضا باكاماني مالامبي يبتدي الشوط الثاني، بعض اللاعبين اللي كابتن حسام بدري عايز يجهزهم بشكل اكبر للمباراتين المقبلين سواء امام الزمالك او المصري. كابتن حسام بدري بشكل عام بيحاول يجهز اكبر كم من اللاعبين عشان يكون عنده خيارات كتيره قبل الماتشين دول، خصوصا زي ما احنا عارفين ان هم ماتشين اكيد يعني مصريين جدا بالنسبه للنادي الاهلي، فاكيد هيكون في تغييرات يا محمد مع بدايه الشوط الثاني. اكيد كابتن حسام بدري هيطمن بشكل اكبر على بعض اللاعبين اللي هم ممكن يكون محتاجهم خلال الفتره المقبله. خليني اقول لك ان مع مرور وقت شويه من الشوط الثاني ممكن يبقى في تغييرات اخرى كابتن حسام البدري بالنسبه لبعض الناشئين الموجودين على دكه البدلاء، عدد كبير من ناشئي النادي الاهلي النهارده موجود، كابتن حسام بدري عايز يلقي نظره ايضا على بعض اللاعبين. خليني اقول لك ان في لاعب فيهم اسمه احمد اشرف، لاعب وسط ملعب جيد جدا، يمكن كنا اتفرجنا عليه في اكثر من مباراه في مباريات الناشئين بالنسبه للنادي الاهلي، احد اللاعبين المميزين ممكن كابتن حسام بدري هو مواليد كام يستعين به خلال مواليد 98 احمد اشرف، لاعب جيد جدا ممكن كابتن حسام بدري يستعين به خلال مباراه النهارده يلقي نظره على هذا اللاعب ايضا على زملائه، بخلاف احمد رمضان بيكهام ايضا اللي يمكن عنده خبره بشكل او باخر، خصوصا ان هو شارك في بعض المباريات في الدوري الممتاز سواء مع حرس الحدود قبل هبوطه او مع النادي الاهلي لفترات قصيره جدا، ممكن ايضا كابتن حسام بدري يستعين به في الشوط الثاني. الهدف الاساسي يا محمد خلينا اقول لك هو تجهيز اكبر كم من اللاعبين قبل مباراه الزمالك وقبل مباراه المصري، وده الهدف الاساسي والاسمى بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين وايضا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. كل جمهور النادي الاهلي اكيد مستني المباراتين دول بفارغ الصبر ومستني الفوز اكيد خلال المباراتين ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي يا محمد. زميلي امير هشام من ملعب النادي الاهلي ملعب مختار التتش بالجزيره، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه. ارجع تاني لنجومي الكبار كابتن ماهر، كنا بنتكلم على كيفيه فك التكتلات الدفاعيه، امير قال لنا ان كابتن حسام بدري هيبتدي الشوط الثاني ببعض التبديلات سواء في الظاهريه الاجناب او بعض من اللعيبه الشباب والناشئين اللي ممكن يتم الدفع بيهم حول مجريات الامور داخل الشوط الثاني. هل شايف يا كابتن ان كابتن حسام البدري عايز يشوف اكبر قدر ممكن من اللعيبه داخل هذه المباراه؟ اللعيبه الاساسيه نعم، غير الناشئين، يعني الناشئين انا شايف ان يعني ده مش وقته، احنا هنلعب عندنا مباراتين مهمين جدا ومباراتين فيهم حمل اقصى 90 دقيقه على اعلى مستوى من قبل الزمالك اللي هو المنافس التقليدي للنادي الاهلي، وفي نفس الوقت هنروح للسوبر البطوله المحببه بالنسبه لنا من خلال البطولات اللي النادي الاهلي بيشتغل من خلالها. انا شايف ان اقرب تبديلات الكابتن حسام اللعيبه اللي هي هيحتاجها في خلال الفتره ديت اسلام محارب، مهم جدا ان هو يشارك بصفه اساسيه، احنا شفنا اسلام محارب لما كابتن حسام بيبدا يشركه في الجزء الاخير بالنسبه لمباراه بتروجيت او مباراه النصر في الثلث ساعه او نص ساعه الاخيره اسلام بيأدي بشكل كبير، محتاجين النهارده اسلام ان هو يكمل المشوار من خلال الفورمه الرياضيه. بالنسبه لباكا وبعدين باكا وبعدين صبر رحيل وبعدين احمد ريان وبعدين صالح جمعه. نعم. انا شايف ان الخماسي دول هم اقرب التغييرات للكابتن حسام بصفه اساسيه، يعني اذا كان من بدايه الشوط الثاني او بعد مرور 10 دقائق من بدايه الشوط الثاني. كابتن ابو الدهب، كيف يستفيد الكابتن حسام البدري من المخزون اللي موجود على دكه النادي الاهلي؟ من الوارد ان هو يشارك في هذا اللقاء؟ يعني بص زي ما قلت لك يمكن هو كان في الشوط الاولاني عايز يطمن على بعض اللاعبين زي مؤمن زكريا اجاي اللي بقاله فتره مش موجودين الماتشين اللي فاتوا، حاجه ثانيه عاوز يطمن على عمر بركات لان ما عندوش الاحتياطي اللي موجود الفتره اللي فاتت، صبر رحيل بشكل كبير جدا اساسي لكن من لعيبه كويسين جدا عنده حلول هجوميه بيقدر يكمل في الهجمه وبيقدر يعمل كور عرضيه بشكل كويس جدا، بيدافع بشكل كبير جدا بشكل محترم. وبعدين صبري من اللعيبه اللي فاجئتنا ان هو كان يبقى بعيد وينزل يشارك يؤدي على اعلى مستوى ولا كانه كان بعيد خالص. يمكن انا شفتها يمكن انا عايز اقولها لك كمان يا كابتن، ما تحسش ان هو بعيد، يعني من اللعيبه الرجاله جدا زيه زي محمد نجيب، ما تحسش ان هو ما بيلعبش، بيبقى موجود، بيبقى موجود، هو لعيب ملتزم، مفيش اي حاجه، لعيب ملتزم يا كابتن
وبعدين الحاجة التانية بيلعب ما بيلعبش، الراجل ملتزم في تدريباته، بينزل يأدي بشكل كويس جدا محترم، بيتألق في التدريبات، بيتألق في الماتشات اللي بيلعبها. هل ممكن نشوف منه كروسات صبر مميز بكرات العرض؟ يعني الشوط الثاني هنشوف، يمكن انا بقول لك يمكن هتزيد الكابتن حسام البدري هيدي مساحه اكبر او يدي في حلول فرديه ان مساحه نقدر يشتغل فيها باسم علي ويشتغل صبر رحيل من ناحيه اليمين على اساس يضغط على فرقه، خلاص هو حافظ ان فرقه البلاستيك واقفه او بتدافع بشكل كبير جدا. حاجه ثانيه هينزل صالح جمعه او باقه عنده سرعات بشكل كويس بشكل محترم يقدر يضغطوا على فرقه البلاستيك ان هو يقدر يحرز اهداف بشكل كويس. شكرا كابتن ابو الدهب، شكرا كابتن ماهر همام. نرجع مره اخرى لزميلنا الكابتن عادل محمود، معلقنا المميز واحداث الشوط الثاني بين فريقي النادي الاهلي ونادي البلاستيك. كابتن عادل اليك الكلمه. شكرا زميلنا المعلق المميز عادل محمود لتعليقه على ماتش الاهلي والبلاستيك، 3 أهداف مقابل هدف، يفوز النادي الاهلي في احدى مبارياته الوديه استعدادا للقاء القمه ان شاء الله يوم الاثنين المقبل. 3 أهداف كان احرز زميله جابر الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 7 قبل ان يضيف اللاعب الصاعد الواعد احمد ياسر ريان الهدف الثاني في الدقيقه 61، ثم يعزز التقدم احمد ياسر ريان في الدقيقه 70 قبل ان يحرز البلاستيك هدف للتاريخ عن طريق ابو المجد محمد في الدقيقه 76. 3 أهداف مقابل هدف، هدف في الشوط الاول بالنسبه للنادي الاهلي، ثم هدفين في الشوط الثاني بالنسبه ايضا للنادي الاهلي، و هدف للبلاستيك. كابتن ماهر، افضل ما جاء في المباراه ان احنا نشوف شباب النادي الاهلي بيشاركوا بهذا المستوى، عندهم ثقه وجمهور النادي الاهلي اتعرف عليهم. دي من ضمن المميزات يا محمد اللي بيدفع بيها قطاع الناشئين بالتنسيق مع المدير الفني كابتن حسام البدري. قطاع الناشئين تولاه دكتور عمرو ابو المجد، بيدفع لنا ما شاء الله لعيبه، احنا شايفين ان هم لعيبه خامه كويسه مبشرين، ادائهم مع الفريق الاول اداء ان شاء الله باذن الله في 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 توازن. محمد عبد المنعم قلب الدفاع من ضمن اللعيبه ان شاء الله المبشرين خلال الفتره الجايه، ده اللاعب المغربي، وبعدين في محمد المغربي المساك اللي معاه برضه خامه كويسه، ولاد عندهم جراه، عندهم توازن في الدفاع، عندهم رقابه، عندهم انقضاض، وبعدين في نص الملعب هنلاقي صلاح يحيى. صلاح يحيى برضك من ضمن اللعيبه كان المميزه، كان بيلعب الايمن، كان لعيب كويس، وجنبه يمكن مصطفى صبحي. نعم. برضك من ضمن اللعيبه المؤثرين. انا كنت اتمنى بقى بجانب احمد رمضان يعني. نعم. كنت اتمنى الاولاد المميزين دول يبقوا موجود معاهم خبرات. نعم. يعني لكن طبعا الظروف يمكن لن تسمح الخبرات كلها اللي موجوده وايضا خرجت. عايزين نشيد بالحارس رمضان مصطفى، بقى له فتره رمضان مصطفى الاول، وعادي جدا ان الحارس يجي فيه اهداف ده ماتش ودي عشان نشوف الاخطاء ونصلحها. فعايز اقول النهارده مكاسب المباراه ان احنا اطمنا على اللعيبه الكبار اصحاب الخبره اجايه وعمر بركات وميدو جابر ومروان محسن عوده حميده ان شاء الله من الاصابه، حسين السيد صابر رحيل، محمد هاني، باسم علي، مؤمن زكريا، ومؤمن زكريا، حتى التغييرات اللي عملها عمرو بركات اللي عملها كابتن حسام، اسلام محارب وصابر رحيل وباقه واحمد ريان وصالح جمعه، يعني تقدر تقول ان كابتن حسام اطمن على المجموعه اللي هتشارك بصفه اساسيه في مباراتين القمه بين الاهلي والزمالك ومباراه السوبر اللي بين الاهلي والمصري. وزي ما قلنا مكاسب الثانيه هي وجود الخمس عناصر الصغيرين المبشرين اللي هو كابتن حسام ممكن يضمهم خلال الفتره اللي جايه مع الفريق الاول على اساس يبقى عندهم ثقل وعندهم خبرات وعندهم شجاعه. جمهور النادي الاهلي يا كابتن دائما مرتبط بشبابه، بشباب النادي الاهلي، بيبقى في علاقه ارتباط ما بين الجمهور. الجمهور النهارده اكيد فرحان انه بيشوف عناصر ما شاء الله مواليد 2000، مواليد 99، مواليد 98 موجوده مع الفريق الاول مع كابتن حسام البدري. هو ده اللي بيطمن جمهور النادي الاهلي، التواصل اللي بين الاجيال وبعض. يا محمد قلت لك اي فرقه بتتكون من خبرات ولاعبي الوسط والناشئين. نعم. والوجوه الجديده. النهارده حسام بيطبق هذا النظام، يعني الحاجه الجميله اللي بتحسب لحسام انه النهارده عنده لعيبه خبره، عنده لعيبه وسط اصحاب المجهود المبذول، وعنده الناشئين اللي بيدفع بيهم النهارده 5 6 عناصر من الناشئين بيثبتوا وجودهم مع احمد حمدي اللي احنا شفناه وبدانا نطمن عليه. خلاص يمكن احمد حمدي يمكن سبق المجموعه دي هو احمد ريان، على اساس انه بقالهم فتره موجودين مع الفريق الاول، اكتسبوا خبرات وثقه من الجهاز الفني واللاعبين اصحاب الخبره اللي هم بيقدروا يساعدوهم من خلال تواجدهم في الملعب.
احنا شفنا يمكن الشوط الثاني يمكن الفنيات قلت، لكن السرعه بقى والانطلاقه والشباب والحيويه موجوده في العناصر اللي موجوده اللي دفع بها كابتن حسام البدري. كابتن ابو الذهب، احمد ياسر ريان هدفين، فرود بيعرف يتحرك بشكل كبير، عنده ثقة وعنده احساس بالمكان، اضافة قوية لهجوم النادي الاهلي. بص خليني اقول لك يا فاروق، يمكن الكابتن محمد الكابتن حسام بدري عمل سيناريوهات للمباراة ان هو يطمن في الشوط الاولاني على بعض اللعيبة الاساسيين زي ما الكابتن مار قال، والحاجة الثانية ان هو يبتدي يدفع بالناشئين ويقول لجماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي ان احنا عندنا بقى لها فترة ما طلعش ناشئين كويسين بالشكل ده. انا فوجئت ببعض اللعيبة كويسة جدا ان هي عندها ثقة وعندها بتلعب مع فريق كبير، زي ما قال الكابتن مار ان انت برضو الناشئ محتاج لوقت الدفع، ان انت الفتره اللي فاتت الكابتن حسام عنده في ضغوطات ماتشات كتير جدا، ان انت عاوز تقرب من المنافسه على البطوله، ان انت تركب الدوري من بدري، فالنهارده عشان تلاعب ناشئ بتبقى لازم الناشئ اللي يلعب يا كابتن يبقى جنبيه واحد خبره يقدر يسانده ويساعده بشكل كبير جدا. الناشئ بيبقى محتاج ان انت تكلمه كتير او تساعده في الملعب بشكل محترم. شفنا احمد ياسر النهارده من اللعيبه كويسه جدا، اللعيب هداف بيعرف يقرر هدف، وبعدين عايز اقول لك على حاجه، عارف طريق المرمى، نادر او جدا او نادر في مصر حاليا ان انت بتلاقي فرود بيعرف يجيب جول. احمد ياسر من اللعيبه اللي بتقف في حته كويسه او بيختار المكان الصح اللي هو يقدر يحرز منه هدف، وده المطلوب من الفرود يا كابتن ماهر، ان انت لما يكون عندك فرود هداف بشكل كبير جدا من صغره يقدر يبقى عارف طريق المرمى. حتى احنا في التمرين لما بنيجي نعمل تمرين على المرمى بقول لك حاول تجيب جون، حاول تبقى هداف او كده. فاحمد ياسر من اللعيبه المباشره. شفنا النهارده في المباراه يمكن انا معجب جدا بمحمد عماد. بس يا كابتن الذهب، اللي احرز الهدف الحسيني طه بالنسبه لنادي البلاستيك، الحسيني طه دي كانت معلومه مهمه جدا لازم نصلحها، عشان طبعا نادي الاهلي بلعب البلاستيك، وبالنسبه لحسيني طه بالتاكيد حابب ان هو اسمه يتقال واحرز هدف النادي الاهلي، يعني فرحته النهارده طبعا. يعني حاجه بتبقى حاجه كويسه جدا وبتبقى مشجعه للاعب ان هو جاب جون في حتى لو مباراه وديه او لعب خمس دقائق، بيبقى شكله كويس ان هو يحرز هدف في النادي الاهلي، طبعا بتبقى معاه في الذاكره على طول. يعني حاجه ثانيه، يمكن انا معجب في اللعيبه، في مكاسب كتير جدا في المباراه. يمكن شفنا محمد عبد المنعم من اللعيبه كويسه، عنده ثقه، بيقدر يمسك الكوره بيلعبها من لمسه واحده، بيمسك كويس جدا، بيرحل كويس بشكل كويس، ما حسيناش ان هو ناشئ. في صلاح يحيى اللي هو الديفندر في نص الملعب من اللعيبه كويسه جدا، عنده رؤيه في الملعب يا كابتن، بيرفع عينه وبيبص. وعلى اقول لك الحاجه، من اللعيبه الكويسه ان انت ترفع عينك، ان انت بتمسك الكوره ولازم ابص على قدام. هنرجع للنقطه ديت، نقطه مهمه جدا كابتن الذهب، ولكن نروح لامير هشام مراسل قناه النادي الاهلي من ملعب التتش، اكيد عنده الجديد. امير، ايه الاخبار عندك؟ تحيه بيك يا محمد وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا عقب انتهاء هذه المباراه الوديه ما بين الاهلي والبلاستيك، طبعا استعدادا للمباراه المقبله امام فريق الزمالك، وهي مباراه القمه في مباريات الدوري العام. معايا في هذه اللحظات لاعب فريق البلاستيك الحسيني طه، واللي احرز الهدف النهارده في النادي الاهلي. حسيني، طبعا برحب بيك في البدايه، وعايز اخد تقييمك للتجربه بالنسبه لكم النهارده، كنت واخدينها ازاي امام النادي الاهلي؟ طبعا برحب بحضرتك واستوديو الكرام. والله طبعا احنا بنلعب النادي الاهلي مصنف رقم واحد في افريقيا وواحد في مصر، وطبعا احنا عندنا ان شاء الله ماتش يوم السبت مع فريق اسكو في الدرجه الثالثه، واحنا ان شاء الله ماشيين اول. فطبعا دي تجربه كويسه جدا للفريق البلاستيك، وفي نفس الوقت استعداد كويس للنادي الاهلي قدام نادي الزمالك ان شاء الله. قول لي بقى احساسك النهارده، جبت هدف في النادي الاهلي رغم ان هي مباراه وديه، بس اعتقد شعور بيبقى مختلف. طبعا يعني النادي الاهلي شرف اي حد اصلا اللي هو يلبس التيشيرت بتاعه رقم واحد. تاني حاجه شرف تاني ان انا اجيب جون في النادي الاهلي، طبعا اعظم نادي يعني في الكون، وانا اصلا اهلاوي يعني. فطبعا انا فرحان وحزين يعني، بس الحمد لله طبعا توفيق من عند ربنا، وطبعا زملائي النهارده عملوا ماتش كويس والحمد لله. وطبعا ده يعتبر ماتش للقمه اللي هو بين الاهلي والزمالك، فيعتبر ده استعداد كويس للنادي الاهلي، مثلا هو بيجرب لعيبه وكده، واحنا في نفس الوقت تجربه كويسه لينا، اللي احنا عندنا ان شاء الله يوم السبت ماتش كويس جدا مع فريق اسكو، واحنا بننافس على الاول وماشيين اول ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. شكرا شكرا. طبعا محمد، خليني اقول لك ان كابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني بالكامل يعني رافض ان يكون في اي احاديث مع اي حد من اعضاء الجهاز الفني او من لاعبي الفريق، ده لمزيد من السريه ومزيد من التركيز قبل مباراه القمه. اكيد ده مباراه هامه، كل جمهور الكره المصريه بشكل عام بينتظرها، وجمهور النادي الاهلي بشكل خاص. امير، عايز اسالك على حاله اللعيبه، الشباب كانوا مبسوطين النهارده، الناس كلها جمهور النادي الاهلي الملايين شافوهم النهارده في لقاء اليوم، عايز اعرف احساسهم كان ايه بعد اللقاء؟ مش سامعك يا محمد، اتفضل عيد السؤال تاني. اللعيبه الشباب، اللعيبه الناشئين النادي الاهلي اللي شاركوا النهارده، بالتاكيد كانوا مبسوطين وفرحتهم كبيره ان كل جمهور النادي الاهلي يعني شافهم، وهم قدموا اوراق اعتمادهم في لقاء اليوم.
اكيد طبعا اي لاعب من ناشئ النادي الاهلي بيتمنى اي فرصه مع الفريق الاول في النادي الاهلي، خصوصا مباراه زي دي في وقت زي ده بيحاول يثبت وجوده من خلال المباراه، يحاول يلفت نظر كابتن حسام البدري وجهازه المعاون، يمكن يحتاجه كابتن حسام البدري خلال الفترات المقبله، فبالتالي بيبقى اكيد شيء مهم جدا بالنسبه للاعبين الشباب، واكيد شعور مختلف بالنسبه لهم، بيستنوا اي فرصه زي دي طبعا عشان يحاولوا يثبتوا وجودهم للتواجد مع الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي، خصوصا ان خلال الفتره السابقه يا محمد واكيد انت تتفق معايا كابتن ماهر همام، في العديد من اللاعبين في الفيرست تيم موجودين في النادي الاهلي كانوا اصلا من ناشئ النادي الاهلي، ودي يمكن ظاهره يمكن كان بقالها من فترات كبيره ما كانتش متواجده، النهارده في اكتر من 19 لاعبين وبيشاركوا دايما بصفه اساسيه مع النادي الاهلي هم اصلا من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، فبالتالي دايما قطاع الناشئين في النادي الاهلي عنده مواهب كتير جدا، دايما النادي الاهلي هيحتاج ليهم خلال الفترات المقبله، فبالتالي مباريات زي دي بتبقى شيء مهم جدا بالنسبه لهم، بيكتسبوا من خلالها احتكاك جيد وخبرات جيده ممكن تفيدهم خلال المراحل المقبله في حاجه الجهاز الفني ليهم خلال الفترات المقبله، وده اكيد ده شيء مهم جدا بالنسبه للاعبي الناشئين بالنادي الاهلي. واكيد طيب امير عايز اسالك في بعض اللعيبه نزلت الشوط الثاني، ابتدى الشوط الثاني منهم اسلام محارب وتم تغييره، هل في اي اصابه ولا ده كان وجهه نظر فنيه؟ لا لا ما فيش اي اصابه ولا حاجه، كل اللاعبين اللي شاركوا النهارده ما فيش اي اصابه، ما فيش اي اصابه بيعانوا منها خالص خلال المباراه، لكن هي وجهه نظر فنيه، كابتن حسام بدري ممكن يكون خايف ان هو يشرك اكتر من لعيب او ياخد عدد دقائق اكتر من كده تحسبا لعدم تعرضهم لاي اصابه، خصوصا ان احنا مقبلين على ماتشين مهمين جدا سواء الزمالك او المصري، فاكيد كانت حسابات من قبل كابتن حسام البدري ليس الا، لكن جميع اللاعبين اللي شاركوا خلال المباراه النهارده ما عندهمش اصابات خالص، لكن خليني اقول لك يا محمد ان مثلا النهارده بعد المباراه مباشره في بعض التدريبات الاضافيه بالتحديد لصالح جمعه، صالح جمعه ليه تدريبات اضافيه النهارده مع كابتن انيس شعلالي اخصائي الاحمال والتاهيل في النادي الاهلي، تدريبات يمكن مهمه جدا بالنسبه لصالح جمعه، وزي ما الكاميرا ممكن لو قدرت ان هي تجيب صالح بيعمل بعض التدريبات، ايضا كان في بعض التدريبات بالنسبه لباكاماني مالامبي وايضا لاحمد ياسر ريان اللي احرز هدفين النهارده واللي هو اكيد لاعب مبشر جدا خلال الفترات المقبله بالنسبه للنادي الاهلي. الامور بشكل عام يا محمد خلينا نطمن جمهور النادي الاهلي قبل مباراه الزمالك، الامور ماشيه بشكل جيد جدا بالنسبه للجهاز الفني بالنسبه للاعبين، حاله معنويه مرتفعه خصوصا بعد الفوز الاخير على فريق النصر بنتيجه 4-0، الجاهزيه تامه من الناحيه الفنيه من الناحيه البدنيه من الناحيه الذهنيه، وده شيء اهم واكيد جدا بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، وان شاء الله التوفيق يكون محالف الجهاز الفني واللاعبين ان شاء الله خلال مباراه الزمالك، ويكون فوز مهم 3 نقاط مهمه للفريق عقب مباراه الزمالك وقبل مباراه اكثر اهميه. أمير عايز أسألك هل كان في حوار ما بينك وما بين الجهاز الفني عن استعداداتهم لماتش الزمالك؟ اتفضل يا محمد اسألني تاني معلش مش سامعك. طيب عشان الأذان الله أكبر دلوقتي كان في هل كان في حوار ما بينك وما بين أي أفراد من الجهاز الفني حول استعداداتهم للقاء الزمالك؟ لا حوارات يمكن حوارات عادية جدا يعني كابتن أحمد أيوب سواء كابتن أحمد أيوب كابتن سعيد عبد الحفيظ أكيد تركيز بالنسبة لهم عالي جدا قبل هذه المباراة، خليني أقول لك يا محمد إن دايما الجهاز الفني بالنسبة للنادي الأهلي أو اللاعبين قبل المباريات المصيرية زي دي أو المباريات الكبيرة زي دي بيبقى كلامهم قليل شوية ما بيبقاش فيه كلام كتير عن المباراة، بيبقى التركيز هو الأهم وهو الأكبر بالنسبة للجهاز الفني وبالنسبة للاعبين بشكل عام، يعني ان شاء الله الامور تبقى ماشيه جيد، ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يفوز في هذه المباراه خطوه مهمه جدا نحو الحفاظ على بطوله الدوري الممتاز، وخطوه مهمه جدا معنويه بالتحديد قبل مباراه المصري ان شاء الله في مباراه بطوله السوبر، والاكيد بنتمنى فيها طبعا كل التوفيق بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه، زي ما انت شايف في هذه اللحظات يمكن صالح جمعه خلاص هو انهى بعض التدريبات الاضافيه بالنسبه له ويمكن خلاص بيترك الملعب وهيخلص اكيد تدريبات عشان ان شاء الله صالح جمعه احد اللاعبين المهمين جدا واللي ان شاء الله يكون لائق بشكل بدني مهم جدا بالنسبه لكابتن حسام بدري ان هو يشارك في المباريات المقبله مع النادي الاهلي يا محمد. زميلنا امير هشام من ارض ملعب النادي الاهلي استاد بتتش بالجزيره بشكرك شكرا جزيلا. بالتاكيد كابتن ابو الدهب احنا كنا بنتكلم على احمد ياسر ريان وهو واسلام محارب وصالح بعد
تاريخ لورا هنلاقي ان احنا مره احتاجنا مثلا حته في الهاف ليفت جبنا في جيل السبعينات جبنا كابتن مختار، احتاجنا في حته الهاف ديفندر جبنا جمال عبد العظيم، احتاجنا في الهاف رايت جبنا كابتن محسن صالح، تحت راس الحربه في الانطلاقات جبنا طارق الشيخ. يعني التدعيم بيبقى في مركز مركزين ثلاثه لكن مش في المراكز كلها، ودي طول عمر النادي الاهلي ناجح فيها بشكل كبير جدا. عشان كده ما بيحصلش الخلل، ما بيحصلش الحاجات اللي احنا بنشوفها. كل اللي بيجي بيركب صح، بيشتغل صح، بيبدا ياخد وضعه التدريبي الفني التكتيكي، وبعدين رؤيه المدرب بعد كده الوقت المناسب اللي بيشرب فيه. حتى الناشئين احنا شفنا النهارده جزء كمان مكمل للجزئيه دي الناشئين، يعني انت ممكن مباراه الاهلي والزمالك اللي جايه دي تفرز لك ناشئ زي احمد حمدي. نعم. يبقى نجم النجوم، يبقى رجل المباراه. يعني طول عمر الاهلي والزمالك قمه الاهلي والزمالك بيبقى فيها بتطلع ميلاد لنجوم جداد، ميلاد للنجوم جداد. اتمنى كده يكون احمد حمدي من ضمن الناشئين اللي يظهروا في هذه المباراه، وانا عندي احساس ان كابتن حسام يقدر يدفع فيه بشكل جيد جدا، وعنده ثقه في الولد، والولد ممكن يعمل حاجه في هذه المباراه، يعني زي ما تقول كده يتكتب اسمه في تاريخ الكره المصريه وفي النادي الاهلي من خلال هذا اليوم. بصراحه كان ترمومتر الاداء في لقاء صراحه. انا بقول لك شوف، انت سالت الكابتن ماهر، طبعا الكابتن ماهر خبره كبيره جدا وراجل من الناس اللي عينها كويسه في الملعب او في التدريب. انت بتقول له النادي الاهلي يحتاج ايه؟ قال لك فروت راس حربه بيجيب اجوان او يصنع الفارق. لكن ممكن وجهه نظر الكابتن حسام بدري المفنيه ان هو عايز حد تاني، ممكن عاوز سرد باك، او خصوصا عنده اصابات، او ان انت تسد الفراغ اللي سابه احمد حجازي. ممكن يكون شايف ان هو عايز باك ليفت، ان ممكن علي معلول يمشي في اي وقت، ممكن عاوز باك رايت. فالراجل حسب رؤيته الفنيه. انما عشان كده لما بتيجي تتكلم يا كفاروق ان انت بتقول للمدير الفني احتياجاتك ايه، زي احنا جينا سنه من السنين لما احنا جينا النادي الاهلي، النادي الاهلي جاب اللي هم محتاجهم بالظبط. لما جابنا جاب ما جابش لعيبه واجيب مدرب اقول لك اللعيبه هي. احنا جينا النادي الاهلي ليه؟ عشان كابتن محمود صالح بطل. نعم. كابتن حماده صدقي بطل. فاحنا جه عمرو الحديدي. انا كنت جاي باك رايت. نعم. جه عمرو الحديدي وجمال السيد باك رايت عشان ما فيش بديل لكابتن ابراهيم حسن، فجه محمود ابو الدهب. طب انت ما عندكش بلاي ميكر، فمين مين كابتن رضا عبد العال؟ نفس الطريقه عندك راس حربه جنب حسام فجاب فيليكس. فانت بتحتاج اللعيب، بتجيب اللعيب اللي انت محتاجه في كل مركز، لكن ما بجيبش 30 40 لعيب يعملوا لك مشاكل بعد كده. النهارده انت مثلا لما لعيب بيقعد، ما هو لعيب عاوز يلعب، ولعيب هيبقى قرفان او زعلان ان هو ما بيلعبش، فبالتالي هيسبب لك مشاكل، هيبقى مبوظ، هيبقى مكشر. لكن في النادي الاهلي في منظومه يا كابتن بتحصل ان انت بتلعب طول ما انت. يمكن انا فاكر في يوم من الايام كابتن مستر هاريس ده قعد معانا قال لك انا عندي تيم اساسي، في تيم اساسي الاحتياطي لو شد حيله وخد الفرصه ما تسيبهاش، انا ما بغيرش، بقول لك اللي بكسبه بلعبه وطول. بس مش معنى كده ان اللعيب الاساسي اللي هيلعب هيبقى هيفضل يلعب على طول لو مستواه وحش، لا، اللي هيعمل كده هيقعد، لكن التاني لما يمسك فرصه لازم ما يسيبهاش. فدي النقطه اللي انا بتكلم فيها. احنا سريعا ما ينفعش نختم استوديو وخلاص، ان شاء الله بعد ساعات قليله محمد صلاح بصدد او على عتاب ان هو ان شاء الله ياخد جائزه افضل لاعب في افريقيا. شايف محمد صلاح كابتن ماهر خطوات مهمة جدا في حياته حتى يصل إلى إنه يبقى مرشح حتى ضمن أفضل لعيبة في الكرة الأفريقية، بالنسبة لك شايف محمد صلاح في هذا العام إزاي؟ يعني إحنا كلنا بنتمنى كمصريين 104 مليون نتمنى طبعا فوز محمد صلاح. إمبارح كان في يعني فيلم جميل كده تسجيلي عن مراحل محمد صلاح وحياته. محمد من بلده كان بيجي إزاي للعرب، واخد بالك، والكفاح اللي كان بيقوم بيه، حتى العلاقة اللي بينه وبين أهله وبين ناسه والمحبين ليه، بتأكد إن هو يعني نجم النجوم، راجل طبيعي جدا وراجل مجتهد جدا متواضع جدا. فعشان كده ربنا يعني وخير بأهله وخير بأسرته وخير بأولاده. فنتمنى محمد صلاح إن شاء الله بإذن الله رب العالمين، وهو بيمتعنا كده في الكرة الأوروبية مع ليفربول والأهداف الجميلة اللي بيسجلها محمد صلاح المتنوعة اللي مشفناهاش بقالنا زمن. وطبعا مخرجنا يعني بيرد علينا بشكل جميل الاهداف اللي بيسجلها محمد صلاح. نتمنى له ان شاء الله ان احنا كلنا نبارك له بفوزه احسن لاعب في افريقيا، هو يستاهل يا محمد بصراحه. يعني كابتن ابو الدهب، يعني محمد صلاح هل شايف ان هو الابرز انه ياخد افضل لاعب في افريقيا؟ عايز اقول لك على حاجه، انا ببقى فخور جدا، انا بروح بستنى اتفرج على ليفربول عشان محمد صلاح، لما ما بيجيبش جون ببقى زعلان جدا. يعني ما بالك المصريين، يعني احنا دلوقتي بقى انا بنشجع الدوري الانجليزي عشان اي دوري محمد صلاح بيروحه احنا بنشجعه، اي فرقه. انا فخور جدا بمحمد صلاح،
وعايز اقول لك على حاجه، ما فيش حد غير محمد صلاح هياخد الكره الذهبيه بعد الكابتن خطيب، يعني ما حدش خدها من 83 يا كابتن. اه 83 ما حدش خدها. هو يستاهلها، هداف الدوري الانجليزي، عامل مستوى رائع جدا مع منتخب مصر، سواء مع منتخب مصر او مع فرقه ليفربول او مع روما، انا هو يستحقها بصراحه. يا رب باذن الله النهارده كلنا نحتفل بالكره الذهبيه لمحمد صلاح، بقى ثاني لعيب في تاريخ الكره المصريه بعد كابتن محمود خطيب اللي ابتداها في 83، على الرغم ان هو 82 كان ممكن يعني كان الابرز ان هو ياخدها، ولكن في بعض الامور بيبقى اختيارات الاتحاد الافريقي ليست في محلها، ولكن ان شاء الله كلنا ثقه ان هذا يعني البعد يكسر النهارده بفوز محمد صلاح بجائزه افضل لاعب في افريقيا. في نهايه الاستوديو التحليلي النهارده بشكر طبعا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن ماهر امام، كنت النهارده كابتن، ان شاء الله نشوف حضرتك دايما. شكرا محمد، شكرا جدا. ايضا كابتن مصر النادي الاهلي المدفعجي كابتن محمود ابو الدهب، تنورنا يا كابتن، ان شاء الله نشوفك حبيبي يا كابتن فاروق، انا تحت امرك وتحت امر القناه في اي وقت تحت امرك. شكرا موصول لكل طاقم العمل، مستمرين مع حضراتكم. بعد هذا الاستوديو هينضم زميلي عمر ربيع ياسين والنشر الرياضيه، وايضا بعده في الامور الجميله بقى مع كابتن محمد فاروق، ايضا مالك وكتابه البشمهندس عبد القيع والاستاذ ابراهيم المنيسي. اوعى تروح بعيد عشان النادي الاهلي حديد.